ازيكم حبايبي؟ كل سنة وانتم طيبين وبخير، ورمضان كريم عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب. معاكم زميلتكم شروق زايد، فرقة تالتة. هنتكلم عن المحاضرة الرابعة بعنوان Somatic Sensation and Physiology of Pain. المحاضرة سهلة وبسيطة، نركز مع بعض كده وان شاء الله بإذن الله نطلع من المحاضرة ديت بأكبر قدر ممكن من المعلومات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. الآية دي أنا بحبها جدا. الآية دي دايما بتجيلي في كل الأوقات اللي أنا ببقى في يأسانة فيها، يعني ربنا بيقول لنا لا تقنطوا من رحمة الله. إحنا كمان في شهر مفترق، شهر رمضان، شهر بيجي في السنة مرة واحدة. الحمد لله أننا مسلمين، الحمد لله أن إحنا عندنا رمضان، الحمد لله ان احنا عندنا ربنا وقادرين نرجع في اي وقت، وربنا مستنينا ان احنا نتوب، وربنا مستنينا وبيقول لنا انا بغفر لكم الذنوب وما تقنطوش من رحمتي. ربنا بيقول لنا ورحمتي وسعت كل شيء. فالناس اللي لسه يا جماعه ما بدقتش ورد القران، الناس اللي لسه بتسمع اغاني في رمضان، الناس اللي لسه بتعمل حاجات هي مش راضيه عنها لانها حرام، الناس اللي حاسه بتعب جواها، ربنا بيقول لكم لا تقنطوا من رحمه الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فربنا يا رب يبارك فينا جميعا، ويا رب كلنا يردنا كلنا إليه ردا جميلا، ونكون من الناس العتقاء من النار في هذا الشهر المبارك إن شاء الله. ربنا يوفقكم يا رب. كمان عاوز أقول لكم إن موديول CNS مش موديول صعب ولا حاجة ولا هو بالمستحيل، لا ده موديول CNS موديول سهل جدا، والله سهل جدا، بس هو كان كميته كبيرة شوية، لكن الناس اللي تقدر تظبط وقتها هو يبقى كويس. ممكن سمعت الصياح من دفعتنا، انا عارفة، بس احنا كان ظروفنا بس اللي وحشة، ظروف المدير كانت وحشة، وفاة زميلنا الدكتور احمد هشام الله يرحمه كانت صعبة بالنسبة لنا، فكانت كحاجة في المديول دوت مش هننساها. كمان احنا امتحنا حوالي 5 ساعات، كان ميد مع فاينل، كان امتحان كبير وطويل، الحاجات دي كلها طبعا اثرت علينا، لكن هو كمحتوى لا احنا جايبين تقديرات كويسه فيه، كمان قدرنا نحل كويس، ودرجاته كمان كتير، يعني انت معاك تنقص شويه حلوين كده، يعني عشان يبقى لسه الامتياز المرتفع ما عداش، والامتياز كمان ما عداش. فربنا يوفقكم ان شاء الله. هنبدا بقى باول حاجه هي السوماتيك سنسيشن. انا عندي 3 انواع من السنسيشن، سوماتيك او جنرال سنسيشن، ودي اللي هدرسها تبع CNS، وسبيشال سنسيشن، ودي هدرسها في الجزء الثاني، وعندي الاورجانيك سنسيشن، ودي مش هدرسها. سوماتيك سنسيشن زي البين والتاتش والتمبريتشر، والسبيشال سنسيشن زي الفيجن، الهيرنج، التيست، السميل، ودي هندرسها في الجزء الثاني زي ما قلت لكم. انما الاورجانيك سنسيشن زي الهانجر، زي الساتيورتي اللي هو الاحساس بالشبع، زي السيكشوال ديزاير، دي كلها اورجانيك سنسيشن. سوماتيك سنسيشن بقسمها الى 4 تقسيمات: كالتيفيكيشن بيزد اون تايب اوف ستيمولس، نوع الاستيمولس. عندي 3 انواع من الاستيمولس، سواء كان الميكانو ريسبتيف سنسيشن، ثيرمال سنسيشن، البين سنسيشن، او نوسبتيف سنسيشن. الميكانو ريسبتيف سنسيشن هي حاجه بتاثر لي كده من بره، ميكانيكال، حاجه ميكانيكيه، زي ايه؟ زي التاتش. وعندي نوعين من التاتش، كرود وفاين، هناخد تاتش المحاضره الجايه ان شاء الله. بريشر، ضغط، تنشن، degree of contraction of muscle، the tension، vibration، تردد والاهتزازات، sense of position، احساسي باماكن جسمي بالنسبه لبعضها. طب sense of movement، لا ده انا احساسي ان بالحركه اللي انا بعملها في جسمي، سواء كان flexion، سواء كان extension، سواء كان انا بحرك اي جزء من جسمي. وبنسمي sense of position و sense of movement بنوم الكاينيتيك سنسيشن، كاينيتيك يعني حركه. thermal sensation، thermal sensation اللي هي الكولد والهوت، اللي هي درجات الحراره تبع التمبريتشر. البين سنسيشن، نوسبتيف سنسيشن. هنلاقي بقى يا جماعه البين سنسيشن جاي مره مع الميكانوسبتيف، وجاي لي مره مع الثيرمال، وجاي لي مره مع ان هو كاتيجوري لوحده. طيب هو ليه اصلا البين سنسيشن مهتمين بيه جدا كده؟ عشان هناخد بعد شويه ان البين سنسيشن دوت سنس مهم جدا جدا جدا، هو اللي بيحركني. ما انا مش هروح لدكتور الا بعد ما احس ببين او الم، طول ما انا مش حاسه بحاجه خلاص انا مش هروح دكتور. حاجه لو حد قال لي حاجه، لا خلاص انا طالما كويسه مش حاسه باي الم، لا انا مش هتحرك من مكاني. كمان عشان يحصل لي بين سنسيشن لازم يكون الاستيمولس سيفير انف انه يعمل لي تيشو دامج علشان خاطر اتحرك واروح لدكتور. تمام.
يبقى كده قلنا اول كلاسيفيكيشن هو حسب مين التايب اوف ايه ستيمولس، قلنا بتقسم للثلاثه ميكانوسبتيف قلنا امثله عليها، بعد كده الثيرمال سنسيشن قلنا امثله عليها زي الهوت والكولد، بعد كده قلنا البين سنسيشن اللي هو النوسبتيف سنسيشن، قلنا ان هو كاتيجوري لوحده ليه، قلنا علشان لازم الستيمولس يكون سيفير انف انه يعمل لي تيشو دامج عشان ابدا اتحرك واروح للدكتور واقول له لا ده انا الحته دي بتوجعني لا انا هكشف على الحته دي، وعشان كده هو بروتكتيف سنسيشن. بعد كده كلاسيفيكيشن بيزد اون سايت اوف ريسبتور، مكان ريسبتور. الكلاسيفيكيشن ده الدكتور كان قايل لنا في المحاضره السنه اللي فاتت ان هو الموست كومن كلاسيفيكيشن اللي هو بيزد اون سايت اوف ريسبتور. انا عندي بيتقسم الاثنين بيزد اون سايت اوف ريسبتور، سواء كان سوبرفيشال سواء كان ديب سواء كان فيسترال. سوبرفيشال وبسميها اكستروسبتيف سنسيشن، سوبرفيشال يعني فوق انا ما نزلتش تحت، فبديهي كده هيقول لي ايه resulting from stimulation of receptor in skin. ايوه عادي صح، ما انا بتكلم دلوقتي superficial انا بتكلمش ديب، فبالتالي stimulation للريسبتور الموجود على السكن. مثال عليها البين touch temperature، انا ممكن حد يشكني بده بوس ده superficial، touch حد يلمسني اللبس اللي انا بلبسه، temperature درجة الحرارة بتأثر لي اصلا على السكن، ما هو السكن هو اللي بيستقبل درجة الحرارة، فببدأ احس ان انا بقى حران ابدأ احس ان انا سقعان، فده superficial. دي حاجه لوجيك جدا يعني مش محتاجه ان احنا نحفظها، بين تاتش تمبريتشر. بعد كده الديب او البروسبتيف سنسيشن، لا ده الديب بقى والبروسبتيف سنسيشن ريزلت فروم ستيميليشن اوف ريسبتور، الريسبتور ديت موجوده ديب للسكن. ماشي هي لوجيك جدا برضو حسب المعنى ديب، فبالتالي الريسبتورز موجوده تحت السكن لانها ديب. طيب هي ايه بقى الموجود تحت السكن؟ والله عندي مصل، عندي عضلات، عندي ليجامنتس اربطه، عندي جوينت فاصل، عندي تندون تندون وليجامنتس ليجامنت اربطه وتندون تندون كانت اوتار تقريبا. بريجر، مثال بقى على ذلك البريجر الضغط، ما ببدا اضغط التنشن، احنا لسه قايلين دلوقتي ديجري اوف كونتراكشن اوف ماسل، ما هي ماسل اهي فايبريشن تردد والاهتزازات، ديت عمرها ما هتكون سوبرفيشال، لا دي ديب سنس اوبوزيشن، ايوه احساسي باماكن جسمي بالنسبه لبعضها، ده ديب سنس اوف موفمنت الحركه اللي بعمل فليكشن اكستنشن، ده كله بيحرك عضلات. ديب بين، هناك كانوا قايلين برضو ان احنا كمان معانا بين، بس هناك كان سوبرفيشال بين، لا ده هنا معايا ديب بين تبع برضو كمان ديب بين برضو الفيسترال سنسيشن، ما هو برضو ديب بين ان انا بحس باي وجع، بحس بوجع مثلا ابنسايتس هيباتايتس كده، دي كلها بيحصل نتيجه ستيميليشن للريسبتور اللي موجوده في الفيسترا، زي بقى زي ما قلنا دلوقتي الامينسايتس الهيباتايتس، الناس اللي بنحس مثلا مغص كوليك كده، فبالتالي يكون مين لي بين. يبقى دلوقتي قلت اول كلاسيفيكيشن كان بيزد اون ايه، لا افتكروا معايا كان بيزد اون التايب اوف ستيمولس، وقسمناها لثلاثه ميكانو سيبتيف سنسيشن، اثنين ثيرمال سنسيشن، ثلاثه البين سنسيشن او اسمها نوسيبتيف سنسيشن. وقلت انا حطيت البين في كاتيجوري لوحده لان البين ده لازم يكون الاستيمولس سيفير انف انه يعمل لي تيشو دامج عشان ابدا احس بالبين. كمان البين هو بروتكتيف سنسيشن، مهم جدا جدا جدا، حتى كمان هنلبسه لوحده وهيبقى اول حاجه، هنلبس برده التاتش لوحده بس البين هنلبسه اول حاجه، وكمان هنلبسه في حاجه كبيره جدا كده اللي هو بقيه المحاضره اصلا. كالسيفيكيشن بيزد اون سايت اوف ريسبتور، قلت لكم الدكتور السنه اللي فاتت قال لنا هو الموست كومن كالسيفيكيشن، قسمناها لثلاثه سواء كان سوبرفيشال ديب فيسترال. سوبرفيشال اللي اسمه كمان اسمه اكستروسبتيف سنسيشن، نرجع بس عشان تبقوا معايا اكستروسبتيف سنسيشن، وقلنا ان هو ريزلت فروم ستيميليشن اوف ريسبتور اللي موجوده في السكن زي البين زي التاتش زي التمبريتشر. بعد كده قلنا الديب، فبالتالي اكيد هيكون الاستراكشر دي ديب تو ذا سكن. عندي ايه اللي ديب تو ذا سكن؟ عندي المصل العضلات، عندي الليجامنتس الاربطه، عندي الجوينتس المفاصل، عندي التندون الاوتار، ده كله موجود تحت السكن. بيبدا يتاثر ازاي؟ عن طريق البريشر، ان انا اضغط تنشن ديجري اوف كونتراكشن اوف مصل، ايوه فايبريشن اهتزازات وترددات زي ما قلنا، والسنس اوف بوزيشن والسنس اوف موفمنت والديب بين والفيسترال سنسيشن، وقلنا الفيسترال سنسيشن هو الميلي ايه الميلي بين. تالت حاجه بقى تالت كلاسيفيكيشن يعني كلاسيفيكيشن بيزد اون الباث واي، يعني التراكت انفولفد ان باث واي. يعني ايه؟ يعني دلوقتي انا بيحصل لي استيمولس، بيبدا دلوقتي الاستيمولس دوت يمشي في تراكت لحد ما بيوصل للهاير سنسيشن، سواء كان الكورتكس او سواء كان الثالامس، تمام، بيبدا تاني يرجع لي
يرجع لي السباينال كورد عشان يديني بقى احساس، يقول لي ايه، يقول لي لا احس هنا بالالم، احس هنا بالمكان ده بالالم. طيب هنا دلوقتي عندي كالسيفيكيشن، عندي تو، عندي تو كالسيفيكيشن، سباينو سيراميك سنسيشن او دورزال كولمان سنسيشن. دورزال كولمان سنسيشن، سباينو سيراميك سنسيشن، احنا هناخد ان السباينو سيراميك سنسيشن اللي هو السباينال كورد هناخد منه اتنين، اللي هو اللاترال سباينو سيراميك تراكت او الفنترال سباينو سيراميك تراكت. وهناخد تبع اللاترال هناخد حاجتين، وتبع الفنترال هناخد حاجتين. اول حاجتين هناخدهم تبع اللاترال هو البين والتمبريتشر. طب بعدين الحاجه اللي هناخدها تبع الفنترال هتبقى الكروت تاتش. احنا عندنا دلوقتي يا جماعه التاتش له نوعين، كروت وفاين. الكروت تاتش هيبقى تبع السباينو سيراميك سنسيشن. تبع ايه اكتر؟ لا تبع الفنترال سباينو سيراميك تراكت، يعني ماشي في الفنترال كولمان اوف سباينال كورد. بعد كده دورزال كولمان سنسيشن بيمشي خلال الدورزال كولمان تراكت، سواء كان جراسيل كيونيت تراكت فور فاين تاتش اند اول ديب سنسيشن. يبقى انا دلوقتي يا جماعه بقسم الكالسيفيكيشن بيزد اون باثوي، يعني التراكت انفولفد ان باثوي، يعني البين بيمشي لفين، الاستيمولس لما بيحصل بيمشي بقى فين عشان ابدا احس بالبين. بتقسم الى اتنين، سباينو سيراميك سنسيشن او دورزال كولمان سنسيشن. سباينو سيراميك سنسيشن بتقسم الى اتنين، فينترال كولمان اوف سباينال كورد ولاترال كولمان اوف سباينال كورد. اللي بيمشي لي في الفينترال سباينو سيراميك تراكت هي الكروت تاتش. طب ايه اللي بيمشي لي في اللاترال سباينو سيراميك تراكت؟ هو البين والايه والتمبريتشر. بعد كده دورزال كولمان سنسيشن بيمشي خلال دورزال كولمان تراكت، والاهم الجراسيل وكينييت تراكت. هتاخدوها في الاناتومي، انتوا لسه اكيد ما خدتوهاش لان انا فاكره ان هي كانت في الاخر كده، الجراسيل والكينييت هتاخدوها في الاخر برضو، لكن كانت تبع الميد برين والبونس والمظله والكلام ده. فور فاين تاتش اند اول ديب سنسيشن. تمام. بعد كده اخر بقى كلاسيفيكيشن عندي هو كلاسيفيكيشن بيزد اون سنتر اوف بريسبشن. مش انا دلوقتي يا جماعه لسه بقول لكم ان البين لما بيمشي، احنا دلوقتي هنعرف ان البين بيمشي في 3 اوردر نيورونز، يعني بيمشي في خلال 3 لحد ما يروح للهاير سنسيشن، سواء كان عندي 2 هاير سنسيشن وهما الثالاموس والكورتكس. والكورتكس دي بقى هتتكرر معاكم حتى لما تيجي تاخدوا فرانسيك السنه الجايه، تاخدوا شرعي، هتبقى برضو معاكم. هيقول لكم ان هتبقى بتشخصوا حاله المريض، ان هو المريض ايه، الميت، ان هو مات ولا كده، بناء على ان الكورتكس دي بقى فضلت عايشه ولا لا. دلوقتي بقى انا دلوقتي المريض كونشس ولا لا، لانها اصلا مسؤوله عن الهاير سنسيشن، يعني الثالاموس اقل منها بكتير. فايه بقى اللي بيكون ايه السنسيشن اللي موجوده في الكورتكس؟ ممكن اسميها حاجه كمان اسمها الكورتكس، بسميها حاجه كمان اسمها الالكتريك فاين سنسيشن، او الالكتريك فاين سنسيشن موجوده في الكورتكس. زي مين؟ زي الفاست بين، زي الفاين جريد اوف تمبريتشر. فاين جريد اوف تمبريتشر اللي هو الاقل، احنا قلنا معلش يا جماعه البين ما قلتلكوش ان هو 2 2، سواء كان سلو سواء كان فاست، والسلو هيكون تبع الثالاموس، انما الفاست هيكون تبع الكورتكس. فاين جريد اوف تمبريتشر درجات الحراره القليله مش الكبيره. فاين تاتش ديب سنسيشن، انما بقى اللي هيبقى تبع الثالاموس، وبسميها البروتوباثيك او كرود سنسيشن. بما انها كرود يبقى بتكلم على كرود تاتش اكستريم جريد اكتر من يعني جزء مش الفاين بقى للاكستريم، درجات الحراره مرتفعه شويه، سلو بين. يبقى نقول الكلاسيفيكيشن ده تاني يا جماعه، كلاسيفيكيشن بيزد اون center of perception. رقم واحد protobathic crude sensation واللي هو موجود في الثالاموس، وبتقسم لي الى 3، رقم واحد slow pain، رقم اتنين extreme gradient of temperature درجة الحرارة مرتفعة، رقم 3 crude touch. طب التقسيمة التانية وهي اسمها electric fine sensation، لا ده دي موجودة في الكورتكس، وقلنا الكورتكس اكتب لي جنبها ان هي higher sensation. الكورتكس هي ايه؟ هي higher sensation. الكورتكس هي الهاير سنسيشن، وهتتكرر معاكم كتير قوي. اي مكان لما يقول لي هاير سنسيشن لا اقول الكورتكس على طول. طب ايه اللي في الكورتكس؟ رقم واحد الفاست بين، رقم اتنين الفاين جريد اوف تمبريتشر، رقم تلاته الفاين تاتش، رقم اربعه ديب سنسيشن. هي عكس البروتوباثيك او الكرود سنسيشن اللي موجوده في الثالاموس، ان الفاست هناك ما بقاش سلو، هنا فاين جريد اوف تمبريتشر، لا ده هناك كان اكستريم جريد اوف تمبريتشر، هنا فاين تاتش، هنا كرود تاتش، وزياده عليها ديب سنسيشن. يا جماعه الحاجات دي تتذكر في جدول، انك تكون حاطهم الاثنين قدام بعض، لانك لو كنت ذاكرت كل حاجه لوحدها هتتنسي خالص. تمام.
عاوزة بقى ارجع تاني اقول 3 كالسيفيكيشن عشان خاطر اتكلم على الجزء التاني من المحاضرة. انا دلوقتي قلت انا عندي سواء عموم في العموم خالص عندي جنرال سنسيشن وعندي هو دي او سوماتيك سنسيشن ودي اللي هدرسها النهاردة. عندي السبيشال سنسيشن ودي هدرسها في الجزء التاني. عندي اورجانيك سنسيشن زي الهانجر وسيكشوال ديزاير وساتيورتي وكده ودي مش هدرسها دلوقتي. يعني اول حاجه السوماتيك سنسيشن بقسمها الى 4 كالتيفيكيشن وان اهم كالتيفيكيشن فيهم اللي هو بيزد اون اللي هو الثاني ده بيزد اون سايت اوف ريسبتورز. واول كالتيفيكيشن هو بيزد اون تايب اوف ستيمولس عندي 2 سواء كان ميكانوسيبتيف سنسيشن او ثيرمال سنسيشن او البين سنسيشن سواء كان ستيمولس ميكانيكيه على حسب درجات الحراره البين. قلت حطيت البين في كاتيجوري لوحده لان البين لازم يكون الاستيمولس سيفير انف ان هو يعمل لي تيشو دامج عشان ابدا احس بالبين. بعد كده كالسيفيكيشن بيزد اون سايت اوف ريسبتورز مكان ريسبتور سواء كان السوبرفيشال سواء كان الديب سواء كان الفيسترال. قلنا دلوقتي سوبرفيشال او اسمها الاكستروسبتيف سنسيشن ريزلت فروم ستيميوليشن ريسبتور الموجوده في السكن. لا ده دي سوبرفيشال موجوده فوق في السكن. بعد كده انزل ديب شويه الريسبتور موجوده تحت السكن. وانا قلت احنا عندي ايه تحت السكن؟ لا ده انا عندي تحت السكن سواء كان ماسل ليجامنت جوينت تندون. بعد كده الفيسترال ديت اللي هو بقى ببدا ادخل في زي الانتستين زي الليفر زي الابنسايتس وكذا واللي بيحركني زي ما قلت لكم البين. انا مش هبدا اتحرك واروح لدكتور واقول له انا حاسه بتعب انا حاسه ان مش هقول له انا شاكه ان الزايده بتاعتي تعبانه. لا ده انا هقوله ان انا عندي وجع في الايه في الزايد ابنسايتس هيباتايتس كمان. انا مش هبدا اصلا. دايما المريض لما هيجي بعد كده الدكتور كان قايل لنا ان هو لما بيجي في اي حاجه في الفيزرال بيجي متاخر لان الحاجه اللي زي الرينال زي الكيدني وزي الليفر وكده الحاجات دي كلها زي البرين بيبقاش فيها اصلا سنسيشن البين. ولكن اللي بيبدا يحركني ان الانفلاميشن بيبدا ينتشر فبيوصلي للكبسول وكمان بيبدا يضغط لي على الاستراكشر اللي هي زي البلد فيسل اللي بتغذيها فعشان كده ببدا اتحرك واحس ببين. انما هو كجزء يعني من الجسم لا هو اصلا ما فيش فيه بين هو ما فيش اصلا مستقبلات للبين فيه. تمام. وانا رابع كلاسيفيكيشن اللي هو بيست اون الباثوي وانا عندي 2 سواء كان سباينوسالاميك سنسيشن لا ده تالت كلاسيفيكيشن معلش سباينوسالاميك سنسيشن ودورزال كولمان سنسيشن. وقلنا سباينوسالاميك سنسيشن عندي 2 بيمشي فيه خلال الفنترال كولون سباينال كورد واللاترال كولون سباينال كورد. اللي بيمشي لي في اللاترال هما حاجتين البين والتمبريتشر. اللي بيمشي لي في الفنترال لا ده الكروت تاتش. والدورزال كولمان سنسيشن بيمشي في دورزال كولون صريحة هي الجراسيل وكيونيت وده هتاخدوها في الاناتومي في الاخر شوية. فور بقى فاين تاتش اول اند اول ديب سنسيشن. بعد كده الكالسيفيكيشن الرابعة الا وهي سنتر اوف بريسبشن. سنتر اوف بريسبشن عندي 2 سنتر بتكلم فيهم هما الثالاموس وبتكلم على الكورتكس. والكورتكس هي تكاد تكون الاهم لان هي فيها الهاير سنسيشن وابدا من خلالها احدد هل هو اللي قدامي ده كونشس ولا مش كونشس كل لاني اصلا فيها الهاير سنسيشن وبتبدا تحس لي يعني فيها اصلا الفاست بين. فاحنا دلوقتي هناخد الفاست بين والسلو بين وهناخد ان الفاست بين بيبقى ماشي خلال rapidly conducting nerve fibers بيكون myelinated فبيكون في احساس بالسرعه على عكس السلو بين. هنقول ان السنسيشن اللي هي خلال الكورتكس اسمها epicterictic او fine sensation. عندي 4 سواء كان الفاست بين fine grade of temperature fine temperature deep sensation. انما الثانيه اللي هي موجوده في الثالاموس اسمها البروتوباثيك او كروت سنسيشن تبقى عكس الابيكتريكتيك او الفاين سنسيشن. بيبقى هناك كان عندنا الفاست بين تبع الكورتكس هنا بقى السلو بين تبع الثالاموس. هناك كان عندي الفاين جريد اوف تمبريتشر لا هنا عندي الاكستريم جريد اوف تمبريتشر. هناك كان عندي الفاين تاتش هنا عندي الكروت تاتش. تمام كده. بعد كده هنكمل كلامنا عن البين. هو البين unpleasant sensation شعور غير مرغوب فيه شعور وحش بحسه. لازم يكون الاستيمولس سيفير انف عشان يعمل لي تيشو دامج عشان اقدر احس بالبين. كمان زي ما لسه قايله لكم هو بروتكتيف سنسيشن
هو بيبدأ يحميني، بيبدأ يحركني. يعني انا مش ما بحسش مثلا لما حد يجي يشوفني يبدأ يبوس، انا ببعد، بيحصل لي وذرول ريفلكس. ده نتيجة ان انا بحس ببين، بألم. فدلوقتي انا حميت نفسي فعلا، بعدت عن الايه، بعدت عن الاستيمولس. كمان بروح للدكتور اقول له الحته دي وجعاني، ما هو ده اللي حركني. ابدا بقى دلوقتي الدكتور يعمل اكزامينشن، اشوف يشوف بقى طب ايه، تعبان من ايه الكلام ده. فهو اللي بيحركني، عشان كده هو بروتكتيف سنسيشن، هو يكاد يكون اهم سنسيشن. بعد كده النيتشر بتاعته، الريسبتورز بتاعته لها نيتشر، هي فري نيرف اندكس. كنت خدته في الريسبتور، نوع انواع الريسبتور، وخدته منها الفري نيرف اندك اللي هي تبع البين. طيب الريسبتور بتاعته الديسربشن بتاعها متوزع فين؟ والله هي متوزعه لي سوبرفيشال، ومتوزعه لي ديب، وفي اماكن مش موجوده فيها خالص. بما انها سوبرفيشال، واحنا عارفين يا جماعه ان السكن هو اكتر مكان ممكن يحس بالالم، فبالتالي الريسبتور بتبقى وايد سبريد، منتشره على مستوى الجلد. كمان بري اوستيوم تبقى موجوده في البري اوستيوم العض. حتى كمان لو جينا نشوف، لو جينا هتاخده في التروما، هيقول لك ان الشاين اوف تيبيا البين فيها فظيع فظيع. طب هي ليه؟ لاني اصلا عندي شاين اوف تيبيا السكن على البري اوستيوم على طول، اي الم ممكن يحصل، اي ستيمولس ممكن يجيلي، بحس الم مضاعف بسبب السكن والبري اوستيوم. تمام. بعد كده الارتيريال وول، عشان كده هو انا ليه يا جماعه محدش ليه يفكر ان احنا ممكن ليه بنحقن في فينا، في فين ما بنحقن انتروفينس، ما بنحقنش في الارتيريال وول؟ ليه؟ لان البين بيكون فيه فظيع جدا. فعشان كده في اسباب تانية، بس انا يعني هنا عندي ان البين بيكون فيه فظيع، فعشان كده بحقن انتروفينس. الجوينت سيرفيس، المفاصل، ديورا اوف فالكس اند انتيريوم سيربراي، ديت تاخدوها في دي هتاخدوها في الاناتومي برده في الاخر شويه. بورلي بريزنت ان موست اذر ديب تيشوز، في الديب تيشوز هي بتكون مش موجوده، يعني بتكون بورلي بريزنت، يتكاد تكون مش موجوده قوي، يعني نوت بريزنت بقى خالص، مش موجوده خالص في البرين. اللي فينا بيتفرج على مسلسلات زي نبضات قلب ودكتور المعجزه والكلام ده، هتلاقيهم بيعملوا له عمليات البرين وهم صاحيين، لان مفيش اصلا بين. طيب هو ليه لما اجي، ممكن حد يقولي طب ليه، ما انا لما باجي البس الطرحه ادبوس او دبوس شاكيني ولا حاجه بحس بألم، ما عشان السكن، احنا بنتكلم دلوقتي على السكن. ما هو يعني السكال بتاعتك مغطيه بسكن، انا بتكلم على البرين، البرين سبستانس، الجزء اللي هو بتاع البرين اللي بتشوفوه في جرات الاناتومي دوت، نوت بريزنت، مفيش فيه بين ريسبتورز. كمان برانكي مالتيشو فليفر والكيدني واللنج، طيب ازاي دي مش موجود فيه، مش موجود فيه بين ريسبتور؟ مع ان انا لا، ده في ناس بتيجي تقول ان الليفر بتاعها بيكون وجعها لما يكون فيه انفلاميشن، ساعات في ناس جنبها بيوجع الكدني، ناس اللي عندها املاح، اللنج، طب ازاي؟ لا دي عشان خاطر الاستراكشر الموجوده فيها. يعني انا مش هبدا احس ببين في الليفر الا لما الانفلاميشن يبدا يوصل لي للكبسول، وكمان يضغط لي على الاستراكشر البلد فيسل اللي بتغذي الليفل، ابدا بقى احس هنا بالبين، سواء كان في الليفر، سواء كان في الكدني، سواء كان في اللنج. فهي بين ان سينستيف ستراكشر. يبقى دلوقتي البين احنا قلنا دلوقتي هو ام بليزنت سنسيشن، احساس غير مرغوب فيه، بينتج من سيفير بينتج من ستيمولس بيكون سيفير انف انه يعمل لي تيشو دامج، وكمان بيكون بروتكتيف سنسيشن، هو اللي بيبدا يحركني. انا اروح للدكتور اقول الحته دي وجعاني، انا عاوز اكشف على الحته دي، ابدا يعمل لي اكزامينشن وهكذا. نيتشر فري نيرف اندكس، الريسبتور بتاعته، الريسبتور بتاعته بتكون متوزعه على مستوى الجلد، ممكن تكون وايد سبريد، تكون سوبرفيشال او بورلي ديب، او مش موجوده خالص في البرين والتيشو اوف الليفر والكيدني واللنج. تمام. بعد كده تايب اوف ريسبتورز، عندي ثلاث انواع للريسبتورز، سواء كان الميكانو سينستيف بين ريسبتورز، ثيرمو سينستيف بين ريسبتورز، كيمو سينستيف بين ريسبتورز. احنا لسه قايلين دلوقتي يا جماعه ان البين بياخد كاتيجوري لوحده، وكمان بياخد كل انواع الريسبتورز، الميكانيكال والثيرمال والايه والكيميكال. الميكانو سينستيف بين ريسبتورز يبقى ستيميوليت باي ميكانيكال دامج تو تيشو، ما هي ميكانو سينستيف يبقى ايه، ميكانيكال دامج، الميكانيكال ستيمولس اللي بيعمل لي تيشو دامج. تمام. ولازم يكون سيفير عشان يقدر ان هو يعمل لي تيشو دامج عشان اقدر احس بالبين. وما ان ميكانيكال دي يعني اي خبطه ممكن تحصل لي، فبيكون على مستوى الجلد، فبما انه على مستوى الجلد فبيكون الريسبتور ديت ايه ديسربتد،
وبما انها ديسربتد يا جماعه، يعني انا بشعر بالالم قوي وبشعر بيه بسرعه، يبقى الافرنت هنا عندي ايه؟ دلتا فايبر. خدته في الاستولجي ان انا عندي 3 انواع من النيرف فايبرز، اللي هو A وبي وسي، وقلنا ان الجروب A مايلينيتد وهو الاسمك والاسرع توصيلا، والجروب B مايلينيتد برضو ولكن ارفع واقل توصيلا، جروب C نوت مايلينيتد اند A وارفع واقل توصيلا خالص. فبالتالي هو بيكون السلولي كوندكتنج لانه نوع مايلينيتد فايبرز. اللي بقى بيجي لي تبع الميكانو سنسيتيف الميكانيكال، بما انها ديسربتد على السكن، لا ده انا هنا بشعر بايه؟ بشعر بفاست بين. فبالتالي هنا بيكون ايه؟ بيكون مسؤول عنها الايه؟ دلتا فايبرز. كمان الجروب ايه بتقسم لي الالفا بيتا جاما دلتا. الالفا اكتر حاجه، البيتا اقل منها، الجاما اقل، دلتا اقل. ده كله خدوه في الهيستولوجي. تمام. بعد كده السيرمو سنسيتيف بين ريسبتورز، اللي احنا دلوقتي السيرمو سنسيتيف المسؤوله اللي هي الحراره، ستيميليتد باي ثيرمال دامج تو تيشو، سواء كان اكستريم وفي درجه حراره عاليه، ولكن لازم عشان احس ببين تكون درجه الحراره اكتر من 45 درجه او كولد اقل من 10 درجات، وبالتالي بيكون ميلي ديسربتد ان سكن. ما انا ببداش احس بدرجه الحراره الا لا ببدا، هو ايه اللي بيحس بدرجه الحراره؟ ما هو الجلد بتاعي اللي بيحس بدرجه الحراره. طب بما انها ديسربتد ان سكن يبقى خلاص لوجيك كده المسؤول عنها زي اللي قبلها الميكانو سنستيف، الافرنت المسؤول عنها هو مين؟ هو الايه؟ دلتا فايبرز. بعد كده الكيمو سنستيف بين ريسبتورز، ممكن لها اسم كامل اسمه البولي مودال بين ريسبتورز، ستيميليتد باي اول فورمز اوف ستيمولس ذات كوز تيشو دامج. كيمو سنستيف بكل الريسبتورز اللي تقدر انها تعمل تيشو دامج بتقع تحت كاتيجوري هي الكيمو سنستيف، على عكس الميكانيكال. احنا الميكانيكال عارفين اللي هو الخبطه تروما الكلام ده، سيرمال درجه حراره عاليه درجه حراره المنخفضه، انما الكيمو سنستيف بتاخد كل الفورم اوف ستيمولس ومعاها الكيميكال برضو ذات كوز تيشو دامج. فبالتالي الكيمو سنستيف بما انها بيقع معاها بيقع تحتها كل الستيمولس، فلا اسم كمان مهم جدا اسمه البولي مودال بين ريسبتورز. تمام. ديسربتد بتقول لك ديسربتد ان سوبرفيشال اند ديب تيشوز، بما انها بتاخد كل انواع الستيمولس فبالتالي بيكون سوبرفيشال وديب تيشوز. طب كونكتد تو ايه؟ تو سي فايبرز. يبقى هنا يا جماعه السوبرفيشال مش هو الحاجه الكومن، لا ده هنا اللي هيبقى الحاجه الكومن هي الديب تيشوز، فبالتالي الافرنت المسؤول عنها هو سي فايبرز اللي هو نون مايلينيتد سلولي كوندكتنج. تمام كده. بعد كده الميكانيزم اوف ستيميليشن، ستيميليتد باي تيشو دامج. ما انا عشان ابدا احس دلوقتي بالبين انا قلت لازم يكون الستيمولس سيفير انف انه يعمل لي تيشو دامج، فبالتالي ابدا احس بالايه؟ بالبين. التيشو دامج ده بيعمل لي ايه بقى؟ بيبدا يعمل لي ريليز للسيرتين سبستانس اللي بتخليني احس، كيميكال نيورو ترانسميتر بتخليني احس بالبين، زي مين؟ زي الهستامين، زي السيرتونين، بروستاجلاندين، براديكاينين، الاسيدز، اكسس بوتاسيوم، زياده البوتاسيوم وهكذا. ممكن تسكموهم بقى يا جماعه، الهستامين، سيرتونين، براديكاينين، يعني اخرهم اين اين اين، ومعها اكسس بوتاسيوم والاسيد. ذيس سبستانس ستيميوليت البين ريسبتورز. طب الادابتيشن، يعني ايه ادابتيشن يا جماعه؟ يعني انا دلوقتي جيت البس حاجه، انا هتكلم بعيد عن البين، جيت البس حاجه فاول لما لبستها حسيت ان انا في حاجه على جلدي، بعد كده بشويه لا انا بقى ماشي عادي مفيش اي حاجه. ده من رحمه ربنا علينا ان في حاجات سلولي ادابتنج وفي حاجات رابيدلي ادابتنج، وهي الحاجات السلولي ادابتنج هي البين بقى. ليه؟ عشان خاطر انا لو دلوقتي حسيت بالبين شويه وبعدين ما حسيتش بيه تاني، انا مش هبدا اتحرك، مش هبدا اروح للدكتور اقول له حتتي وجعاني فانا عاوز اكشف. فلازم يكون البين سلولي ادابتنج عشان ابدا اتحرك، على عكس التاتش ان حد هو حد لمسني وبعدين مشي، هل تاني بيفضل اللمس بيفضل احساسي باللمس موجود؟ لا، بعد كده ما بلاقوش وبسرعه جدا لانه هو رابيدلي ادابتنج، وده من رحمه ربنا علينا الحمد لله. يبقى دلوقتي اتكلمنا عن البين وقلنا types of receptors، ميكانوسينستيف بين ريسبتورز وثيرموسينستيف بين ريسبتورز وكيموسينستيف، وقلنا الميكانو سينستيف فبالتالي بيكون الستيمولس بيكون سيفير انف ان هو يعمل لي تيشو دامج، وبيكون ميكانيكال ستيمولس وبيكون ديسربتد ان سكن، بما انه ديسربتد ان سكن فبالتالي هيكون رابيدلي كوندكتنج، فاللي هيبقى مسؤول عنه هو الاي دلتا فايبرز لانها بتكون مايلينيتد وبتكون الاسمك والاسرع. بعد كده ثيرموسينستيف بين ريسبتورز،
سيميليت باي الهوت والكولد، وقلنا ان الهوت لازم يكون اكتر من 45 درجه والكولد اقل من 10 درجات، وكمان انها بتكون ديسربتد سكن، بما انها ديسربتد سكن هتكون شبه الميكانوسنستيف، فبالتالي هيبقى مسؤول عنها الافرنت هتبقى ايه دلتا فايبر. بعد كده الكيموسنستيف او اسمها البولي مودل بين ريسبتورز، بيقع الكاتيجوري دي بيقع تحتها كل انواع الاستيمولس، وخصوصا اللي هي الكيميكال، وبالتالي عشان بيقع تحتها كل انواع الاستيمولس بقول عليها بولي مودل بين ريسبتورز، فلازم تكون الاستيمولس سيفير انف انها تعملي تيشو دامج، بتبقى ديسربتد ان سوبرفيشال اند ديب سكن، ولكن الكومن عندي هي الديب تيشوز، فبالتالي الافرنت المسؤوله عنها هي سي فايبرز اللي هي بتكون سلولي كوندكتنج اند نون مايلينيتد. بعد كده الميكانيزم اوف استيميوليشن، استيميوليتد باي تيشو دامج، اول لما بيحصل تيشو دامج ببدا التيشو دامج بيبدا يطلع النيو ترانسميتر، بيحفز لي فروز نيو ترانسميتر زي الهيستامين، سيرتونين، براديكاينين، بروستاجلاندين، اسيد اكسس بوتاسيوم، دي سبستانس بتساعدني اشعر بالايه بالبين. ادابتيشنز زي ابدا اتاقلم على الالم، لا ببدا اتاقلم على الالم هنا سلولي ادابتنج، على عكس السنس الثانية اللي ممكن تكون رابيدلي ادابتنج، هنا ليه بيكون سلولي ادابتنج؟ عشان احس بالالم اطول فترة ممكنة عشان ابدا اتحرك واروح للدكتور وانا تعبان، ودي طبعا من رحمة ربنا علينا. بعد كده هنتكلم عن types of pain، بتقسم types of pain بقى according to nature واccording to site of origin. according to nature طبيعة الالم، الكواليتي بتاع البين، اول حاجه بكون بريكنج كاتنج بين الوغز، ان انا اتعورت بحاجه شارب، وما اني اتعورت بحاجه شارب لا ده انا بقدر ان انا احدد مكان الالم، فبالتالي ان هو بيكون ويلوكالايزد، وما اني كمان طالما انا بقدرت احدد مكان الالم فلوجيك جدا ان هو كام فروم سكن، وانا بتعور في السكن يعني هو كمان انا قدرت احدد فهو كام فروم سكن. بيرنينج بين هو اقل من البريكنج بين في اللوكالايزد، هو ليس لوكالايزد ولكن ستيل كام فروم سكن، هو احساس ليه الحرب. dull aching pain هو more diffuse come from deep tissues، يعني بيجي المريض يقول لي والله هي الحته دي مش مريحاني، بس هو مش قادر يحط طبيعه الالم، هل هي breaking هل هي burning، فبالتالي بعد كده اللي هو ما قدرش يحدد طبيعتها بتقع تحت كاتيجوري dull aching pain، اللي هو بيكون more diffuse بيكون اكتر، لان انا بقول ايه بطني بتوجعني، طب هي بطني في حاجات كتير جدا، فبالتالي انها بتكون مور ديفيوز كام فروم ديب تيشوز. بعد كده ثروبنج بين احساس النقح، الناس اللي بيطلع لها ابسس خراج بيكون الالم هنا فلكوتيتنج ان انتنسيتي، يعني متغير في القوه، هل بقى هو متغير في القوه بتاعته ان انا ممكن احس بالنقح في وقت معين احس ان هو شديد قوي، ممكن احس ان هو قليل واحس ان هو اكتر وهكذا، فبالتالي ستروبنج بين بيكون فلوكوتيتنج ان انتنستي، وبيكون لوكالايز نتيجه لوكالايز انفلاميشن ان ديب تيشوز، يبقى الابسس اللي هو الخراج، ستروبنج بيكون تبع ستروبنج بين اللي هو احساس النقح، وبيكون فلوكوتيتنج يعني ممكن احس بيه بحس بنقح شويه، ممكن شويه كده احس بقل، شويه كده ما احسش ارجع تاني وهكذا. كولك بين اللي هو المغص اللي هو الكرامبس بسبب الاسباسم من القبضات بتاعه الاسموس ماسل الموجوده على الهول بتاع الفسرة سواء كان الانتستين على مستوى جي اي تي، بيبقى اسمها كوليكي بين. يبقى انا دلوقتي عندي تايبس اوف بين، عندي 5 تايبس اوف بين. تايبس اوف بين بتقسم على حسب معلش النيتشر طبيعه الالم الى 5 تايبس. اول تايب اسمها البريكنج بين او الوغز الكاتنج، وما ان الكاتنج انا اقدر احدد مكان الحته اللي بتوجعني، ما انا باجي اقول الحته دي وجعاني، انا مش متعوره في مكان واجي اقول في مكان تاني دي وجعني، بحاسه بمكان الالم، فبالتالي انها بتكون ويل لوكالايزد كام فروم سكن. بيرنينج بين احساس الحرق برضو بيكون اقل لوكالايزد ولكن ستيل كام فروم سكن. ضل ايكنج بين باجي اقول الحته دي مش مريحاني بس مش قادره احدد طبيعه الالم على مستوى الجسم، بيكون ديب تيشوز بيكون مور ديفيوز. بعد كده ثروبنج بين اللي هو النقح، ثروبنج بين يبقى مع ابسس على طول اللي هو لوكالايزد انفلاميشن اساس النقح، وما انساش كلمه ان هو فلكوتيتنج، فلكوتيتنج يعني بيقل وبيزيد، يعني ممكن اقول على ثروبنج بين ان هو فلكوتيتنج بين، ثروبنج بين ابسس لوكالايزد انفلاميشن، ده كله على ثروبنج بين. كوليك بين اللي هو المغص
قلنا الكرامبس بتيجي نتيجة الاسباسم بتاع السموث مصل على مستوى الهول فيسرا على مستوى الجي اي دي سواء كان الانتستين وهكذا. بعد كده according to site of origin, according to site of origin سواء كان الكوتينيوس بين سواء كان الديب بين سواء كان الفيسرال بين. الكوتينيوس بين الاوريجن بتاعتها بما اني كوتينيوس, كوتينيوس يعني سكن, يبقى اريز فروم سكن وستوب كوتينيوس تيشو, يبقى كوتينيوس يعني سكن اريز فروم سكن وستوب كوتينيوس تيشو. وبما اني بما انها موجودة على السكن يبقى عندي النيتشر بتاعتها بريكنج اور بيرنينج. يبقى احنا دلوقتي اتكلمنا اول حاجة ان الاوريجن بتاعها يبقى مين السكن سب كوتينيوس تيشو, لوجيك جدا ايه اللي تبعها الوغز, مش هنسأل دلوقتي ان حاجة اي حاجة شارب ببدأ احس بيها. طيب ممكن ممكن البيرنينج, ممكن البيرنينج. طيب هل الدال ايكينج ممكن؟ لا. الثروبنج بين ممكن؟ لا. كولك بين ممكن برضو؟ لا. بعد كده الافرنت, بما ان دلوقتي احنا بنتكلم على السكن واحنا دلوقتي كنا بنقول انها ويل لوكلايزد ممكن تكون بريكنج او بيرنينج, فالبيرنينج هو ممكن يكون متقسم تبع السلو, بريكنج متقسم تبع الفاست. فبالتالي انا عندي نوعين من الفايبرز, مش انا عندي ويل لوكلايزد وبورلي لوكلايزد للبيرنينج. فبالتالي عندي نوعين من الفايبرز سواء كان المايلينيتد فايبرز الاي دلتا فايبرز او النون مايلينيتد اللي هو مين السي فايبرز, لان انا عندي نوعين من البين سواء كان فاست او سلو. لوكاليزيشن بيكون ويل لوكالايزد كومبيرد وذ اذر تايب اوف بين. يعني يا جماعه دلوقتي بتكلم على البريكنج صح, طب اقول عليه ان هو ايه ويل لوكالايزد, اقول ان هو لوكالايزد. طب البيرنينج لا, هو اقل في الايه في اللوكالايزد, ولكن الاثنين مقارنه بالدال ايكنج بالستروبنج بكل كبين لا هما بيكونوا ايه ويل لوكالايزد. يبقى نقول المكان ده تاني, نقول الجزء ده تاني. الكوتينيوس بين بقسم حسب سايت اوف اوريجين الكوتينيوس بين, ديب بين, فيسترال بين. وانا الكوتينيوس بين الاوريجين بتاعته بتيجي من السكن طب كوتينيوس تيشو, الكاركتر بتاعتها تكون بريكنج اور بيرنينج. الافرنسس بما انها سلو او فاست بين فبالتالي عندي تو افرنت, الافرنت اللي بيقابل الفاست هو الاي دلتا فايبرز, طب سلو سي فايبرز. لوكاليزيشن هيكون ويل لوكالايزد كومبيرد وذ اذر تايب اوف بين. بعد كده الاسوشيتد تشينجز اللي بتجي لي مع الكوتينيوس بين, الاسوشيتد تشينجز على مستوى السكليتال المصل, على مستوى اوتونوميك اللي هو سمباثيك والبارا سمباثيك, على مستوى الاموشنز, الاموشنز والاموشنز دي مشتركه في الثلاثه. اول حاجه على مستوى السكليتال المصل, هو انا اول لما حد يجي ايه يشكني بدبوس, اول ما حد مثلا يجي عورني ايه بيحصل وذرو ريفلكس, ببعد الجزء ده بعيد عن الايه عن الاستيمولس. فبالتالي السوماتيك هنا بتمثل في الوذرو ريفلكس. طيب الاوتونوميك رياكشن قلنا سمباثيك كبار سمباثيك, لما يكون مايلد اند مودريت بين, نركز الحته دي كويس جدا, مايلد اند مودريت بين بيبدا يحفز لي السمباثيك فبالتالي بيزود لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. انما لما يكون البين سيفير فبالتالي بيبدا يحفز البارا سمباثيك ستيميوليشن فبالتالي بيأثر على الهارت ريت فبيقلل لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. هتلاقوا موجوده في الكتاب ان هو بيزود لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر, ولكن هي غلط, هي بيقلل لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر, موجوده في الداتا بتاعه الدكتور صح شرح منها المحاضره, الكتاب موجوده دي غلطه. ايموشنال رياكشنز, والله كل واحد فينا في البين دوت بيبدا يحس بحاجه, في ناس بتحس بقلق, في ناس بتحس بخوف, في ناس بتصرخ كراينج, في ناس بتحس باكتئاب ديبريشن, بنختلف على حسب كل واحد ايه فينا, ولكن ستيل البين بيعمل لي ايموشنال رياكشنز. الكوزز بتاعتها any form of painful stimuli سواء كان ميكانيكال ثيرمال كيميكال. ما الكوتينيوس يا جماعه هو اكتر 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 مكان exposed to environment, فبالتالي اي ستيمولس موجود ممكن ياثر لي ويعمل لي بين سواء كان ميكانيكال سواء كان ثيرمال سواء كان ايه كان كيميكال. يبقى دلوقتي بعد كده types of pain, type of cutaneous pain. لا انا هقول بس الحته بتاعت الكوتينيوس بين تاني. الكوتينيوس بين بقسم على حسب سايت اوف اوريجين الى كوتينيوس بين وديب بين وفيسترال بين. وقلنا الكوتينيوس بين اوريجين بتاعته جايه فروم الاوريجين بتاعته جايه فروم السكن وسب كوتينيوس تيشو. النيتشر بتاعت طبيعه الالم اما ان يكون بريكنج, وبريكنج بيكون ويل لوكلايزد, او بيرنينج هو بيكون اقل لوكلايزد, ولكن هما الاثنين ستيل ويل لوكلايزد مقارنه بالاذر تايب اوف ايه اوف بين. بما ان النوعين سواء كان الفاست وسلو, وكنا قايلين من شويه ان الفاست هيقع تحت كاتيجوري, كنا قايلين برضو ان هو بيقع تحت كاتيجوري الهاير سنسيشن لو انتوا فاكرين اللي هو الكورتكس, و
كولسلو كان بيقع تحت كاتيجوري الثلمس كمان اللي هو المايلينيت النيرف فايبرز المسؤوله عن الفاست هي السي الاي فايبرز والمسؤوله عن السلو هي السي فايبرز اي دلتا فايبرز وسي فايبرز. بعد كده الاسوشيتد تشينج اللي ممكن تحصل اول لما يحس بالم على مستوى السكليتال مسل على مستوى الاوتونوميك على مستوى الايموشنز مستوى السكليتال مسل اللي هي سوماتيك تشينج ببدا ابعد الجزء اللي اتعرض للالم دوت بعيد عن الايه عن مكان الاستيمولس فبعمل ويز درو ريفلكس او لما حد يشكني ببقى في ايدي ابعد ايه ايدي او لما مثلا بيحصل بيرنينج او لما مثلا لما اتلسع من حاجه ببدا ابعد ايدي. بعد كده الاوتونوميك رياكشن سمباثيك وبارا سمباثيك مايلد اند مودريت بين بيعمل لي سمباثيك ستيميليشن فبالتالي بيزود لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. سيفير بين بيبدا يحفز البارا سمباثيك بيبدا يقلل لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. الايموشنال رياكشن الايموشنز فورم اوف انكزايتي فير كراينج ديبريشن الكوزس السبب بتاعتها اني فورم اوف ستيمولس لانها بما انها يا جماعه كوتينيوس بين يعني اكسبوز تو انفايرمنت فبالتالي اني فورم اوف بينفول ستيمولاي سواء كان الميكانيكال سواء كان الثيرمال سواء كان الكيميكال. بعد كده التايب اوف كوتينيوس بين احنا لسه قايلين دلوقتي ان هو فاست وسلو. الفاست اللي اسمه كمان اسمه الاميديت السلو اللي اسمه كمان اسمه ديليت. بما اني فاست يبقى مين البريكنج بين بما انه سلو يبقى مين يبقى البيرنينج بين واحنا كنا لسه قايلين دلوقتي ان البريكنج والبيرنينج هما بيكونوا واللوكالايزد بيكونوا واللوكالايزد ولكن اعتبارا مقارنه ب الانواع الثانيه من البين هما بيكونوا ايه بيكونوا واللوكالايزد. بس انا دلوقتي لما اجي اقارن بينهم الاثنين لا هقول ان البيرنينج اقل لوكالايزد من مين من البريكنج. الافرنت بتاع الفاست او البريكنج بين بتكون الايه دلتا فايبرز. ما احنا دلوقتي ان هو بما انها فاست يبقى لازم تكون حاجه مايلينيتد لازم تكون حاجه سيك نيرف فايبرز لازم تكون حاجه رابيدلي كوندكتنج فهي ايه فهي الايه دلتا فايبرز سيم مايلينيتد ايه دلتا فايبرز. بعد كده سلو او ديليت بين بما انها سلو يبقى انا باخد حاجه سلولي كوندكتنج فبتكون نون مايلينيتد فايبرز اللي هي مين اللي هي سي فايبرز. طيب اوف اوكيرنس فاست يبقى بيكون ايه ايميديت يعني بيكون الوقت بتاعه بيكون ايه بيكون شورت يكون رابيد دي كوندكتنج فبالتالي 1/10 سكند 0.1 سكند انما سلو فبالتالي بيكون شورتلي يعني بيكون سلولي كوندكتنج فبالتالي فيلد افتر 1 سكند اور مور ماشي. دوريشن شورت دوريشن لانه فاست بيكون ايميديت في الحال فبكان شورت دوريشن هنا سلو بيكون لونجر دوريشن تمام. والنيتشر احنا قايلين دلوقتي فوق ان الفاست مين بريكنج لغز سلو بيرنينج. لوكاليزيشن احنا قايلين برضو من شويه ان البريكنج بيمثل ان هو بيكون ويل لوكالايزد وبالتالي ترمينيت تو سنسوري كورتكس على عكس البيرنينج البين بيكون بورد لوكالايزد فبالتالي ترمينيت تو ثالامس. مش احنا قايلين ان الهاير سنسيشن قايلين ان الهاير سنسيشن هي مين هي الكورتكس والكورتكس بيكون ويل لوكالايزد وبيكون الهاير سنسيشن بتكون متاثره بالفاست بين على عكس الثلمس اللي بيكون فيها سلو بين. لو انتوا فاكرين انا كنت قايل لكم من شويه ان الفاست بين الهاير سنسيشن بتاعته هي الكورتكس على عكس الهاير سنسيشن بتاع السلو بين كانت مين كانت الثلمس. فبالتالي هنا زي ما احنا بنقول دلوقتي ان الترمينيت في الثلمس والتانيه ترمينيت في مين في الكورتكس وبيكون بولوكلايز ولكن هما الاثنين بيكونوا لو انا هقارن الفاست والسلو بين اللي هو كوتينيوس بين بالاذر انواع من البين سواء كان الديب بين او الفيسترال بين هقول عليها ان هي ويل لوكالايز. طب لو هقارنهم الاثنين ببعضهم لا ده الفاست بين ويل لوكالايز والسلو بيكون بوري لوكالايز. طيب ريسبتورز الفاست بين ميكانو سينستيف عن سيرمو سينستيف بين ريسبتورز انما سلو بين عن ثلاث انواع من الريسبتور ولكن اكتر حاجه هي مين هي الكيمو سينستيف بين ريسبتورز. يعني لما يجي يسالني سلو كيمو سينستيف كل انواع البين ولكن اكتر حاجه مين هي الكيمو سينستيف. سايت اوريجين occur only on the skin انما هنا occur only on the mean ال skin والديب تيشو اللي هو مين slow او delayed burning pain تمام. بعد كده هنتكلم عن الديب بين. الديب بين arise from structure to the skin هو ديب يبقى مين ال structure موجودة مين deep to the skin سواء كان muscle سواء كان joint سواء كان tendon سواء كان ligament سواء كان pre-osteum
مثل العضلات جوينتس المفاصل، تندون الأربطة، الليجامنتس، التندون التندون الأوتار، الليجامنتس الأربطة، بري أوستيوم العظم. كاركتر أو نيتشر يجولي دال إيكينج، هو ديب بين، بيكون النيتشر بتاعه بيكون فعلا دال إيكينج لأن هو ديب، أكيد مش هيبقى بريكينج ولا هيبقى بيرنينج. المريض هيجي يقولي أنا والله الحتة دي مش مريحاني، مش قادر أحدد طبيعة الألم، فده بيقع تحت كاتيجوري الديب بين الأفرنس بتاعته. والطيب الأول إن هو بيكون أولي سلو، بما إنها سلو بين يبقى الأفرنس بتاعته إيه؟ لأ ده أنا عايز نون مايلينيتد فايبر، سلولي كوندكتنج فايبر، اللي هي إيه؟ اللي هي السي فايبر. طيب اللوكاليزيشن بيكون بورلي لوكاليزد، ما إحنا قايلين إن الديب بيكون بورلي لوكاليزد على عكس السوبرفيشال. تمام. الأسوشيتد تشينجز سواء كان سوماتيك اوتونوميك ايموشنال، احنا قايلين ان السوماتيك على مستوى السكليتال مصل، والاوتونوميك على مستوى السمباثيك والبارا سمباثيك، ولكن هنا في الديب اولي بارا سمباثيك، والايموشنز والايموشن رياكشن. السوماتيك بيحصل لي سكليتال مصل، بيحصل لي سبازم من الباي سكليتال مصل، بيحصل لي سبازم في السكليتال مصل. الاوتونوميك رياكشن بيحصل على البارا سمباثيك، فبالتالي بيعمل لي ديكريز الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. الاموشن رياكشن زي التانية، الانكزايتي، القلق، الخوف، الصراخ، ديبريشن، اكتئاب. طيب ايه الاسباب بتاعتها بقى؟ بيحصل لي اسكيميا. طيب بيحصل لي اسكيميا نتيجة ايه؟ نتيجة ان هو لما بيحصل لي اسباز من المصل، يعني المصل دي بيحصل لها اسباز، بيبدأ يقلل البلاد فلو، فبالتالي الاسكيميا معناها ايه يا جماعة؟ معناها ديكريس بلاد فلو نتيجة حدوث الايه؟ الاسباز. فبالتالي البلاد فلو ده مسؤول عن ايه بقى؟ البلاد فلو مسؤول عن ان هو يوصل نيوترانس تو التيشوز، ان هو بيغذي التيشوز، كمان الوش اوف ميتابولايتس. طيب انا ما بقاش موجود ان الحاجه اللي بتغذي لي التيشوز وكمان ما بقاش فيه وش اوف ميتابولايتس، فدوت ايه بيحصل لي بقى؟ بيحصل لي دامج اوف ماسل فايبر اند ليبريشن اوف براديكانين اند اذر سبستانس. يعني بيحصل لي دامج للماسل فايبر وبيحصل لي ليبريشن للبراديكانين اذر سبستانس، بيحصل لي اكيوميليشن اوف ميتابولايتس. مثال اللاكتيك ايه؟ اللاكتيك اسيد الاول والتاني، اللي هو الحاجه اللي مش انا ببدا ما بيوصلليش نيوترانس تو المسل فايبر، فبالتالي بيحصل لي ايه؟ بيحصل لي دامج للمسل فايبر، كمان ما بيحصل بقاش يحصل ووش للميتابلايتس، فبيبدا يحصل لي اكيوليشن للميتابلايتس زي اللاكتيك اسيد. الاثنين دول بيعمل لي ايه؟ بيعمل لي البين ريسبتورز، ستيميليشن للبين ريسبتورز. يبقى اول تاني الديب بين يا جماعه، قول بسرعه كده، ارايز فروم ستراكشر ديب تو ذا سكن زي المسل جوينت اند ليجامنت، ما انه بيكون الكاركتر بتاعته بيكون دال ايكينج، ما اقدرش احدد، ما بحس بعدم راحه، ما اقدرش احدد مكان الالم، ما انها دال ايكينج فبالتالي بيكون بوري لوكلايزد. الطيب بتاعه بيكون اولي سلو، وما انه اولي سلو فبالتالي الافرنت المسؤول عنه هي مين؟ السي فايبرز اللي هي نون مايلينيت فايبرز. بس شيت تشينجز اللي بتحصل معاه على مستوى السوماتيك السكيتال مسل، على مستوى الاوتونوميك اكشن سواء كان سمباثيك وبارا سمباثيك، ولكن هنا بنتكلم عن الديب فبالتالي بتكلم على البارا سمباثيك. الايموشنال رياكشنز سواء كان انكزايتي، فير، كراينج، ديبريشن. ان السوماتيك بقى سبازم اوف نيرباي سكريتال مسل. الاوتونوميك ان ذا فورم اوف الهارت ريت، بيقلل الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر. الايموشنز زي الانكزايتي، الفير، كراينج، ده كله بسبب ايه؟ بسبب الكيميا، ان بيحصل لي سبازم للمسلز فبالتالي بيقلل لي البلاد فلو فبيعمل لي اسكيميا، وهو الاسكيميا معناها ديكريس بلاد فلو تو سكليتال مسل. قلنا البلاد فلو كان مسؤول على انه بيشيل النيوترانس تو المسل، بيروح يغذي لي المسل او بيعمل لي ووش للميتابلايتس، كل البقايا اللي موجوده في المسل. طيب انا ما عملتش ده فكده ما بقاش ما بيحصل دامج للمسل بيوصلش النيوترانس، كمان بيحصل لها ليبريشن اوف براديكانين اند اذر سبستانس. عمالين البراديكانين ده اللي هو يا جماعه كان بيعمل لي استيميليشن للبين، accumulation of metabolites زي مين؟ اللاكتيك اسيد. بنسمع ان ممكن حد اللاكتيك اسيد مسؤول عن شد العضلي، بنسمع ان حد ممكن من كتر المجهود يجيله شد عضلي، بيجيله شد عضلي، هو شد العضلي عباره عن بين، دوت الميكانيزم بتاعه انه بيحصل لي اسكيميا ديكريس بلاد فلو فبالتالي ما بيحصلش وش الميتابولايتس اللي هو اللاكتيك اسيد، ده اللاكتيك اسيد يحصل له accumulation في العضله فبدا يحصل لي ايه؟ البين. الاثنين دول بيعملوا لي استيميليشن اوف مين؟ اوف بين ريسبتورز. بعد كده الفيسرال سنسيشن ارايز فروم انترنال فيسرا، ماشي انترنال فيسرا. النيتشر بتاعته ضل ايكينج والكوليكي المغص،
ده والله دول ايكنج صح، لان احنا بلاقي برضو مريض جاي لي، ما هو الفيسرا على مستوى الاحشاء بتاعت الجسم يعني، بلاقي مريض جاي لي مش قادر يحدد طبيعة الالم، يبقى خلاص دوت ايه، اما حاجتين، اما دول ايكنج او كركي. ستروبنج لا، ستروبنج بيحدد طبيعة الالم يا جماعة. انا باجي اقول انا بحس بنقح يعني الابسس دوت، بقدر احدد اه فعلا ابسس، لاني ببقى حاسة بيه، والمه وحش جدا، ربنا يبعد عننا يعني. الكاركتر بتاعت الفيسترال بين دول ايكنج اور كوليكي، الافرنتس نون مايلينيتد سي فايبرز، لانها اصلا اونلي سلو، فبالتالي المسؤوله عنها هي مين، هي سي فايبرز، نون مايلينيتد سي فايبرز، وباس ميلي ويز اتنومك نيرف سمباستيك اند بارا سمباستيك. يعني دلوقتي بتكلم على الافرنتس اللي هي مين، نون مايلينيتد سي فايبرز، وباص معاه كمان السمباستيك والبارا سمباستيك. التايبس اونلي سلو، لوكالايز بيكون بورلي لوكالايز، اه لان احنا دلوقتي بنتكلم في الدول ايكنج والكوليك، احنا كنا قايلين دلوقتي ان هي تبع الكوليك اللي هو تبع البورلي لوكالايز. اسوشيتد تشينجز، احنا قلنا اسوشيتد تشينجز بيبقوا ثلاثه، على مستوى السكليتال ماسل، على مستوى الاوتونوميك، على مستوى السمباستيك والبارا سمباستيك، على مستوى الايموشنز. قلنا الاستوماتيك، على مستوى الاستوماتيك السكليتال ماسل، ان هو بيحصل لي سبازم الاوفرلاينج سكليتال ماسل. طيب على مستوى الاوتونوميك، ده بيقلل لي الهارت ريت والارتيريال بلاد بريشر، فبالتالي يكون ايه اللي بيكون الباراسمباستيك هو تبع الاسوشيتد تشينجز. طيب الايموشنال رياكشن ان ذا فورم اوف انكزايتي فير كراينج ديبريشن، تمام. بعد كده الكوست، الاسباب بتاعتها، والله انها بسبب الاسكيميا، ان بيحصل لي ديكريس بلوت فيسل بسبب حدوث السباسم بتاع الهالو فيسترا، اللي هو زي مين، زي اليوتريك سباسم، اللي هو اليوتريك اللي هو اللي هو الحالب الستاينال سباسم، فدوت بيعمل لي سباسم، فبالتالي بيعمل لي اسكيميا، ده يحصل لي بين الاوفر ديستنيشن اوف هالو فيسترا. يعني بالظبط كده لما بكون عاوزه بيكون جاي لي احساس ان انا عاوزه اعمل ميكتيوريشن، فبالتالي بتبدا اليورينري برادل يحصل لها اوفر ديستنيشن باليورين، فبتبدا تضغط لي على البلوت فيسل الموجوده، فبالتالي ببدا احس باحساس الالم، دوت بيقع تحت كاتيجوري الفيسترال بين. بعد كده ثرومبوز اوف بلوت فيسل، بيحصل لي كلوت في البلوت فيسل، وخصوصا الكورين ثرومبوز، ببدا برضو احس بالايه، بالبين. بعد كده الكيميكال اريتيشنز، زي الناس اللي عندها قرحه في المعده، القرحه في المعده دي بتبدا الجاستريك اسيد اللي هو الاتش سي ال بيبدا يخرج لي، بيحصل له تسرب من المعده، بيروح على البروتونيوم، فبيعمل لي فيها اريتيشن لان هو اسيد. بعد كده انفلاميشن، بيحصل ديستراكشن اوف سيل ولايبريشن على الكيميكال سبستانس اللي بيحصل عليها، ده ممكن يعمل لي ايه، انفلاميشن، وبيعمل ستيميوليشن لايه، للبين ريسبتورز. بعد كده هنتكلم عن الريفيرد بين، بقى هو الم في مكان وبشعر فيه بيه في مكان تاني غير مكان المنشا، يعني بيل فيلد او اواي فروم سايت اوف اوريجين. زي مثال ان الفيسترال بين از نوت فيلد ات ذا ديزيست فيسكس بات فيلد ات ذا سكين اريا سبلايد باي ذا سيم دورزال روت، يعني ما بشعرش في اي مكان والسلام. يعني مثلا ما مش مكان ومش مش مش, مش مثلا تعبانه مثلا في في في, في الابندكس مثلا، ما اقدرش اشعر برجلي. يعني لوجيك قوي ان هما الاثنين يكونوا بيتغذوا بنفس دورزال روت جانجليوم، يبقى هو الم في مكان في حته معينه وبشعر فيه في مكان اخر اسمه الريفيرد بين. يبقى الريفيرد بين، بين فيلت اواي فروم سايت اوف اتس اوريجين. مثال الفيسترال بين از نوت فيلت ات ذا ديزيست فيسكس، ما بيشعرش في نفس المكان، ممكن اشعر بيه في السكن اريا سبلاي بنفس مين، الدورزال روت جانجليوم. اكزامبل الكاردييك بين، هي الصوره ايه، الكارديك بين بيسمع لي فين بقى، بيسمع، كنت بقول كده ان الالم بيسمع لي فين، في النك والليفت شولدر. حتى لما في حد بيكون تعبان في قلبه، نقول ايه، دراعه اليمين وجعه وكتفه، دراعه الشمال وجعه وكتفه الايه الشمال، وماخد الايه النك، فبالتالي الكارديك بين بيسمع لي في النك والليفت شولدر. طيب الجول بلادر بين، الجول بلادر اللي هو المراره، بتسمع لي فين، هي اساسا الجول بلادر موجوده في الرايت هايبوكوندريوم، طب بتسمع لي فين، بتسمع لي في الرايت شولدر. يبقى انا حسيت ببين في في الليفت شولدر والنك، يبقى ببدا اشك فين، في الكاردياك ايه، بين مشاكل في القلب. طيب حسيت في الليفت شولدر، ببدا اشك في ايه، ببدا اشك في الجول بلادر اللي هي مين، المراره. طيب حسيت ببين حوالين السره، حوالين الامبلايكا، يبقى دوت ببدا اشك في مين، في الابندكس. ازاي ده، الابندكس موجوده فين، موجوده في الرايت ايليا فوستا. على فكره انا بشعر برضو في الرايت ايليا فوستا، الناس بتبقى عندها الجنب اليمين وجع، بس
بتكلم على الفيرست، فيرست بشعر فيه في السكين حوالين المين الامبلايكال، لما بيبدا يحصل لي بقى الانفلاميشن، يحصل لي ديفيوز، ببدا بقى اشعر في المكان اليمين برضو كمان. طيب الرينال واليوريتريك بين اللي هي الكدني الكليه في الابر بارت اوف ساي اند التستيكلز، بشعر في بشعر في التستس ومين والجزء العلوي من الايه من الساي. يبقى الريفيرد بين هو مكان، هو الم في حته معينه وبشعر فيه، بشعر بيه في مكان اخر. مثال على ذلك الكاردياك بين، بشعر فيه في النك. اهي مثال على ذلك الكاردياك بين، بشعر فيه في النك، بشعر بيه في النك والليفت شولدر. تمام. الجول بلادر بشعر فيه في الرايت شولدر. البين فروم ابندكس بشعر فيه في السكين اراوند الامبلايكا. والرينال والريتريك بين بشعر بيهم في الابر بارت اوف ساي ومين والتستس. بعد كده الميكانيزم بتاع الريفيرد بين، عندي تو ميكانيزم للريفيرد بين، سواء كان الكونفرج بروجكشن ميكانيزم او الفاسيلتاتري ميكانيزم. طيب الكونفرجن بروجكشن ميكانيزم، ببص هنا يا جماعه على الصوره، بلاقي هنا السكين اريا اوف ريفرنس وديزيست فيسرا، الاثنين مطلعين لي فيرست اوردر نيورون بيروحوا يتحدوا مع بعض، بيحصل لهم كونفرجن يعني يتحدوا مبارك مع بعض في سكند اوردر نيورون، لحد ما يروحوا لي بقى في ثيرد اوردر نيورون، مش لي حاجه واحده، يروحوا لي في السيريبرال كورتكس، بعد كده بيحصل لي بروجكشن. طب دلوقتي الكورتكس محتاره، هتودي احساس البين للديزيز ولا الفيسترا؟ لا، ده هي عندها حاجه متعوده ان دايما البين اللي بيكون جاي لها اكتر حاجه بيكون جاي لها من السكن، فبالتالي هتروح، فبالتالي بشعر دايما بالالم في السكن. يعني بالظبط هنعتبر ان الديزيز فيسترا مثلا هي الابندكس والسكن اريا اوف ريليس، الاثنين مثلا اللي هي المنطقه السكن حوالين الايه، حوالين الامبلايكا، الاثنين طالعين لي بفيرست اوردر نيورون، بيروحوا يتحدوا مع بعض في السكند ايه اوردر نيورون. تمام. بيمشوا مع بعض في ذا سيم كورتيكال لحد ما بيروحوا يحفزوا السيم كورتيكال، السيم ايه، سيم كورتيكال. طيب بيحصل ايه، بيحصل عايزه تعمل بروجكشن، هتروح بقى للايه، للسكين اريا ولا تروح ديزيز فيسترا؟ لا، ده هي تروح بقى للسكين ايه، السكين اريا، عشان كده بحس بالبين حوالين الايه، الامبلايكا، في الايه، في الابندكس. يبقى اسمها ايه، اسمها كونفرج بروجكشن ميكانيزم. الافرنت بين فايبرز فروم ذا سكين اريا وديزيست فيسترا بيتحدوا مع بعض كونفرج في سيم سكند اوردر نيورون، ففاينالي ستيميوليشن، بيعملوا ستيميوليشن للسيم كورتكس نيورون. الكورتكس ده بقى بيبدا يحتل عشان يعمل لي بروجكشن للالم، هل هيروح للسكين ولا ديزيست؟ فهو اصلا متعود ان هو هيروح للايه، الايه، للسكين. الكونفرج برده ممكن يحصل على مستوى الثلمس والايه، والسنسري كورتكس. بعد كده النظريه الثانيه اللي بتفسر لي الريفيرد بين اسمها الفاسيلتاتري ثيوري، الفاسيلتاتري ثيوري اللي هي الصوره دي كده، السكين اريا، السكين اريا اوف ريفرنس المكان، وديزيز فيسترا اللي بيبدا يطلع لي على مستوى السكند اوردر نيورون كولاترال برانش من الديزيز فيسترا على المين، على السكند اريا اوف ريفرنس. الكولاترال برانش ده يا جماعه بيعمل لي ديبولاريزيشن، ولكن سمول ديبولاريزيشن، بحيث ان انا اقل ستيمولس للسكن هيقوم جاي بقى على طول ايه، هيقوم جاي عامل الفاير ليفنج على طول، فبالتالي ايه، فبالتالي يحصل لي ديبولاريزيشن عالي، فبالتالي ابدا اشعر بالايه، بالالم. يبقى في الفيسترال بين افرنت سنت اكولاترال برانش للايه، عشان يعمل لي فاسيليتيشن للسكند، سكند اوردر نيورون اوف بين باس واي، فبالتالي بيحصل لي فاسيليتيشن للبين ايه، سنسيشن. فمن اي ماينور اكتيفيتي، اي شعور بالالم، اي شعور بسيط بال، اي شعور، اي ستيمولس بسيط، يبدا يحصل لي ديبولاريزيشن، فابدا احس بالايه، بالبين سنسيشن. تمام. الفيسترال بين افرنت سنت اكولاترال برانش، احنا قلنا بيديني كولاترال برانش عند على مستوى السكند اوردر نيورون. الكولاترال برانش دوت بيبدا ان هو يعمل لي سمول ديبولاريزيشن، فبالتالي اي ماينور اكتيفيتي، اي ستيمولس بسيط، يبدا يعمل لي ديبولاريزيشن، فابدا احس بالبين سنسيشن. الدليل على ذلك بيقول لك ان اللوكال انستيزيا، اللي بيفسر اللوكال انستيزيا اوف اريا اوف ريفرنس اند ديكريز الريفرنت بين، الريفيرد بين، يعني باخد اللوكال انستيزيا في مكان وابدا ايه، يدي لي، يحصل لي انستيزيا في الالم في الريفيرد بين، اللي بيفصل لي النظريه دي هي الكونفرج والفاسيليتيشن بلاي رول ان باسنجرز اوف ريفيرد بين. ماشي. في نوت كده بتقول لي ان الدورزال هورن دي خدتوها في الهيستولوجي، بيتقسم الى 6 لامينا، ال 6 لامينا 1 و2 و3 و4 و5 و6، الثالثه
احنا الاولى اللي هناخدها النهارده والثالثه هناخدها كمان اسمها سبستانشيا جيلاتينوزا اوف رونالدي. تمام. بعد كده هنتكلم عن الباسوي اوف فاست بين. هنوصل هنا، عايزين بس نجيب قبل ما ابدا عاوز اقول ان البين او اي سنسيشن بيمشي في ثلاث، اي سنسيشن بيمشي في ثلاثه اوردر نيورون، بيمشي في ثلاثه اوردر نيورون اللي هو فيرست اوردر، سكند اوردر، ثيرد اوردر، ما عدا السميل والهيرنج. هناخد ان السميل بيمشي في 2 اوردر نيورون والهيرنج بيمشي في 5 اوردر نيورون. يبقى انا دلوقتي عشان هتكلم عن الباثوي بتاع الفاست بين هيمشي لي في ايه؟ هيمشي لي في 3 اوردر نيورون اللي هو الفيرست اوردر نيورون، سكند اوردر نيورون، ثيرد اوردر نيورون، ما عدا حاجتين اللي هما هيكون مستوى السنسيشن اللي هو السميل والهيرنج. السميل هيكون 2 والهيرنج هيكون كام؟ هيكون 5. الباثوي اوف فاست بين بقى اول حاجه هيوصل لي البين، الريسبتور اللي هتستقبله هي مين؟ الفري نيرف اندكس. الفري نيرف اندكس هتمشي فيه الافرنت اللي هو، مش هبتكلم على مين الفاست بين، يبقى الافرنت هنا يا جماعه ايه؟ هكون عايزه رابد لي كونتاكتنج، فبيكون الايه؟ دلتا فايبر. هتروح على المزل سيل اللي هي اسمها الدورزال روت جانجليون، وبتكون ايه بقى؟ وبتكون اللامينا واحد في الدورزال روت جانجليون، دورزال روت دورزال هورن يعني اوف سباينال كورد. بعد كده هتوصل لي دي المزر سيل، بعد كده هتوصلي في سكند، هتوصلي في مين؟ للنيورون اللامينا واحد دورزال ايه؟ دورزال هورن. نقول تاني يا جماعه معلش، الريسبتور هي مين؟ الفري نيرف اندكس. هتمشي لي فيه الافرنت اللي هو مين؟ الاي دلتا فايبر. هتروح على المزر سيل اللي هي مين؟ دورزال روت جانجليون. تمام، هتمشي لحد ما توصلي على الدورزال هورن بتاع السباينال كورد في مين؟ في اللامينا واحد. يبقى كده هنا الفيرست اوردر نيورون خلص. هبدا السكند اوردر نيورون، هبداه من نهايه الفيرست اوردر نيورون. فيرست اوردر نيورون انتهى لي فين؟ انتهى لي عند اللامينا واحد بتاع الدورزال هورن. يبقى هبدا من اللامينا واحد اوف الدورزال هورن، هيحصل لها كروس. بص الاوبزيت سايد، هتروح للاوبزيت سايد اهيت على مستوى السباينال كورد، هتمشي بكون قدام السنترال كانال، ان فرونت اوف سنترال كانال. هالسنت هتروح لمكانين، سواء كان اللاترال سباينو سيناميك تراكت او السباينال لمنسكس في البرين ستيم. اللاترال سباينو سيناميك تراكت اسمها النيو سباينو سيناميك تراكت، او ايه؟ او السباينال ايه؟ لمنسكس. هتنتهي لي في البوسترو فينترال نيوكلس اوف سالاموس، تنتهي لي في الايه؟ في السالاموس، في مكان فيه اسمه ايه؟ البوسترو فينترال نيوكلس. يبقى ده انتهى لي من السكند اوردر نيورون. طب الثيرد اوردر نيورون بقى هيبتدي لي من نهايه السكند اوردر نيورون اللي هو مين؟ البوست فينترال نيوكلس اوف سالاموس. هيمشي لي لحد ما يوصل لي اللي فين؟ للسنسري اريا اللي هي السوماتيك سنسوري اريا الموجوده في المستوى المين؟ الكورتكس. بيقول لك ان فيو فايبرز، مجموعه من الفايبرز الصغيرين اللي موجودين في النيو لاترال نيو سباينو سيناميك تراكت، مش هيروح السالاموس، مش هيروحوا اللي هو البوسترو فينترال نيوكلس، لا دول هيروحوا لايه؟ ريتيكولار في ايه؟ فورميشن، ولكن ليس مينلي. تمام كده؟ تمام. نرجع بقى نقولها تاني، الباسوي اوف فاست بين، وانا اقولها على رسم افضل. الباسوي اوف فاست بين اول حاجه خالص هيمشي لي الريسبتورز، يكون فري نيرف اندكس. فري نيرف اندكس هيمشي لي في افرنت، بما انها فاست بين فبالتالي بيكون الايه؟ في دلتا فايبرز، لان انا عايزه حاجه تكون مالينيتد ورابدلي كوندكتنج. هيوصل لي عند المزر سيل اللي اسمها افرنت دورزال روت جانجليون. تمام، بعد كده هيوصل لي فين؟ اللامينا واحد الموجوده في الدورزال هورن. كده انتهى لي الفيرست اوردر نيورون. سكند اوردر نيورون هيبدا لي من اللامينا واحد في الدورزال هورن اوف سباينال كورد، هيمشي لي الاوبزيت سايد، هيعدي لي الاوبزيت سايد، ولكن هيكون ان فرونت اوف سنترال كانال. بعد كده هيوصل لي فيه اللاترال سباينو سيناميك تراك او سباينال المينيسكس الموجوده في البرين ستيم. لاترال سباينو سيناميك تراكت اللي هي مين؟ النيو سباينو سيناميك تراكت. هينتهي لي في الاخر فين؟ البوسترو فينترال نيوكلاس اوف سالاموس. تمام كده. بعد كده الثيرد اوردر نيورون هيبتدي لي من البوست فينترو نيوكلاس اوف سالاموس، هينتهي لي عند السنسوري ايه؟ كورتكس. هيمشي لي بقى في خلال البوستيرو لمب بتاع الانترنال كبسول لحد ما يوصل لي مين؟ للسنسوري اريا. خدتوا بالكم يا جماعه ان الفاست بين بالهاير سنسيشن بتاعته هي الكورتكس؟ خدتوا بالكم ان الهاير سنسيشن بتاعته هي السنسوري كورتكس؟ عشان العكس لو بين هنعكس ونقول سلامس. بيقول لي هنا
ان ممكن مجموعه من الفايبر اللي طالعه من النيو سباين وسلامك تراكت اللي هي اللاتر سباين وسلامك تراكت ما تروحليش على البوست فينترو نيوكليس بتاع الثلامس، لا ده هتروح لي فين؟ هتروح لي على الريتيكولار ايه فورميشن. تمام كده. بعد كده هنتكلم عن كمان بيقول يا جماعه ان في حاجه اسمها كيميكال ترانسميتر اللي بتبقى موجوده على مستوى ال يعني بتبقى موجوده هنا ولا موجوده فين؟ كيميكال ترانسميتر اللي بتبقى موجوده على مستوى ال A دلتا فايبرز اللي بتاثر لي على الفاست بين اسمها الايه؟ الجلوتاميت. برضو ما ننساش ان الكيميكال ترانسميتر اللي موجوده على مستوى الفاست بين هي الجلوتاميت وبتكون اكزيتاتوري كيميكال ترانسميتر. بعد كده الباثوي اوف سلو بين، برضو احنا قلنا الباثوي بتاع السلو بين بيتكون من 3 اوردر نيورونز. 3 اوردر نيورون بادئ بقى اول حاجه خالص اول حاجه الفيرست اوردر نيورون ماشي، اول حاجه ريسبتور عادي الفري نيرف اندكس ماشي لي في الافرنت. احنا قلنا دلوقتي انها سلو بين، يبقى سلو بين يبقى ايه؟ يبقى بتكلم على نون ميلينيتد سلولي كوندكتد فايبرز اللي هي مين؟ اللي هي سي فايبرز. المذر سيل هيروح لي في الدوزال روت جانجليون. تمام. هيوصل لي بقى فين بقى؟ هيوصل لي في الاخر اند فين بقى؟ اند فين؟ في الفيرست اوردر نيورون، يبقى اللامينا 2 واللامينا 3 فوق الفاست بين كنا قايلين كام؟ اللامينا 1. هنا السلو بين هيبقى فين؟ اللامينا 2 واللامينا 3. كنا قايلين اللامينا 3 كانت اسمها ايه؟ كانت اسمها سبستنشا جيلاتينوزا اوف رولاندي. تمام كده الفيرست اوردر نيورون خلص. هبدا السكند اوردر نيورون. السكند اوردر نيورون برضو الاكزن هيمشي لي قدام قدام السنترال كانال وهيعدي لي الاوبزيت سايد الجانب الاخر علشان يكون لي حاجتين، برضو عشان يكون لي حاجتين اللاترال سباينو سلامك هو اسمها البيليو سباينو سلامك تراكت وبتنتهي في وبتنتهي اراود الريتيكولار فورميشن. تمام. وحاجه كمان اسمها نون سبيسيفيك سلامك نيوكليوي انترا لامينر اند ميد لاين ايه ان ايه نيوكليوي اوف ذا ثلامس، وبتكون شويه فايبر ايه صغيرين. يبقى نتكلم دلوقتي نقول ايه السكند اوردر نيورون بادئ لي منين؟ بادئ لي من لامينا 2 ولامينا 3. لامينا 3 موجوده فين؟ في السبستانشا جيلاتينوزا اوف رولاندي. تمام. بتعمل ايه؟ بيحصل لها كروس للاوبزيت سايد في انفرنت اوف ان فرونت اوف السنترال كانال، بتنتهي لي في مكانين. هما ايه المكانين؟ اللاترال بيليو سباينو سلامك تراكت اللي بتروح لي ارتيكولار فورميشن، والمكان الثاني نون سبيسيفيك سباينو نون سبيسيفيك نيوكليا اوف مين اوف سلامس اللي اسمها انترا لامينال اند ميد لاين ايه نيوكليا. الثيرد اوردر نيورون بقى بيبتدي لي من الحاجتين اللي هما التانيين اللي هما مين؟ فروم ارتيكولار نيوكليا. ارتيكولار نيوكليا دي يا جماعه اللي انتهى فيها مين؟ اللاترال بيليو سباينو سلامك تراكت. وايه تاني؟ وتاني وبتدي لي فروم نون سبيسيفيك سلامك نيوكليا اللي هي الانترا لامينال اند ميد لاين نيوكليا. بيروحوا الاثنين بقى فين؟ في الاور ايليا اوف سيريبرال كورتكس. ما بيروحش فين بقى؟ ما بيروحش هنا في مين؟ في زي التاني في السنسوري كورتكس، لا ده كل الاريا بتاعت السيريبرال ايه كورتكس. فبالتالي هنا يا جماعه ان السنسوري ان الثيرد اوردر نيورون ملهوش اي وظيفه. امال وظيفته ايه بقى؟ ان وظيفته هيعمل لي ريتيكولار اكتيفيتنج سيستم، ودي هناخدها في الريتيكولار فورميشن. تمام تمام. يبقى انا دلوقتي بتكلم عن الباسوي بتاع السلو بين، عندي 3 اوردر 3 نيورونز 3 نيورون. اول حاجه الفيرست اوردر نيورون، بالفيرست اوردر نيورون بيبدا يجيلي منين؟ الريسبتور فري نيرف اندكس ماشي لي في الافرنت. الافرنت دلوقتي احنا بنتكلم على السلو بين، يبقى ايه؟ يبقى سي فايبرز. بينتهي فين؟ بينتهي في لامنا 2 ولامنا 3. اللامنا دي اسمها سبستنشا جيلاتينوزا اوف رونالدي. بيمشي لي بقى الفيرست اوردر نيورون كده انتهى. السكند اوردر نيورون هيبتدي لي من اللامنا 2 ولامنا 3، هيمشي لي قدام سنترال كانال، هيروح للاوبزيت سايد، فينتهي لي في مكانين. اول مكان اللاترال بيليو سباينو سلامك تراكت اللي بينتهي لي في الريتيكولار فورميشن، والنون سبيسيفيك سلامك نيوكلي اللي هي مين؟ انترا لامينال اند ميد لاين ايه نيوكلي. الاثنين دول مع بعض هيروح وهو بيكون اولي فيو فايبرز. الاثنين مع بعض بقى هيروح انتولي فين؟ هيبتدي لي بقى الثيرد اوردر نيورون اللي يبتدي لي من اللاترال بيليو سباينو سلامك تراكت والنون سبيسيفيك سلامك نيوكلي. هيروح الاثنين ينتهوا فين؟ في السنسوري سلامك ايه راديو، في السنسوري سلامك راديشن اللي هو كل الكورتيكال ديفيوز الكورتيكال اريا ديفيوز الكورتيكال اريا مش اللي هي سنسوري كورتكس على عكس مين؟ الفاست بين. فبالتالي السيرد اوردر نيورون هنا ملوش اي وظيفه حسيه، وظيفته الحسيه على مستوى الاستيميوليتنج بتاع مين؟ الريتيكولار ايه اكتيفيتنج. هنا النيورو ترانسميتر بقى اللي مسؤول عن السلو بين اسمه سبستانس بي، هو كيميكال ايه ترانسميتر على عكس الفاست بين كان مين؟ كان الجلوتاميت. تمام.
بعد كده اه يا جماعه دلوقتي بس انا عايزه ارجع تاني بس عشان خاطر اجيب الفاست وستوبين عشان خاطر ما تلتهوش. قلنا الفاست بين يا جماعه، قلنا الفاست بين بقى 3 اوردر نيورون. قلنا الفاست بين اول حاجه بادئ بالفري نيرف اندكس، ماشي لي في الاي دلتا فايبرز عند المصل السيل اللي هي دورزال روت جانجليون، تمام، بينتهي لي فيه بينتهي لي في اللمنه واحد، بينتهي لي في اللمنه واحد. بعد كده السكند اوردر نيورون بيبدا يبتدي، فبيمشي لي فرونت اوف سنترال كانال، بيروح الابزت سايد، بينتهي لي في مكانين لاترال سباين وثلاميك تراكت والسباين اللي منسكس، تمام، فبينتهي لي في الاخر حوالين البوسترو فنترال نيوكلس اوف سالاموس. بعد كده السيرد اوردر نيورون بيبتدي لي من البوست فنترال نيوكلس اوف سالاموس، بينتهي لي في الاخر خالص عن اللي ايه عند السنسوري اريا اللي هي مين، اللي هي الكورتكس اللي هي الهاير سنسيشن. وقلنا ان الكيميكال ترانسميتر المسؤول عن الفاست بين هو الجلوتامين وبيكون اكسايتاتوري، تمام. بعد كده هنتكلم عن السلو بين قلنا برده الريسبتور بتاعته هو الفري نيرف اندكس، ماشي، الفري نيرف اندكس. الافرنت بتاعه هو سي فايبر لان هو سلو، بينتهي لي في اللامينه 2 واللامينه 3 اللي هي سبستانشا جيلاتينوزا اوف رولاندي، تمام. بعد كده بيمشي لي تو ذا اوبز كروس تو ذا اوبز سايد ان فرونت اوف سنترال كانال، بيمشي لي قدام السنترال كانال في الاوبز سايد لحد ما يوصل لي لللاترال سباينو سلامك، اسمها بيليو سباينو سلامك اللي بتنتهي لي فيه ريتيكولار فورميشن، ونون سبيسيفيك سلامك نيوكلياي اللي هي انترنامنا اند ميدلاين نيوكلياي. السيرد اوردر نيورون بيبتدي لي من نون سبيسيفيك وبيبتدي لي من الريتيكولار فورميشن، الاثنين بيروح ينتهوا لي فين بقى، في كل الاريا بتاع الكورتكس اللي هو اللي هو مين السلامس، يعني بتيجي في الايه في السنتري كورتكس، تمام. وانا المسؤول هنا هو مين، هو السبستانس ايه سبستانس. هنتكلم بقى عن اخر جزء في محاضرتنا وهي البين كنترول سيستم اندوجينس انالجيك سيستم. يعني ايه بين كنترول سيستم؟ يعني يا جماعه لما بكون مثلا بكون في ستريس ولا حاجه، بتخانق مع زميلي ولا حاجه، فممكن اتعور، فما بحسش بالتعويره في الوقت ده، احس بعدها فيها بعدين. دوت يعني الحاجه ديت بتكون عن طريق ميكانيزم اسمه البين كنترول سيستم. كمان برضو ممكن اكون تعبانه وابدا ادلك المكان اللي هو عن طريق التاتش، برضو ده حاجه اسمها بين كنترول سيستم، ببدا ايه بيأثر لي بيخفف لي الالم. طيب لما اكون في ستريس اللي هو المسؤول عن الستريس اسمه ايه؟ اسمها سوبرا سباينال برين سيستم، لاني الانيبيشن بيجي منين؟ من السوبرا سباينال على عكس مين؟ على عكس التاتش، بيجي فروم مين؟ السباينال برين سيستم. تيجي نشوف بس الرسمه مع بعض كده. سوبرا سباينال بين كنترول سيستم اول حاجه خالص بتبدا لي من هي السيستم دوت الاستيمولس بتاعته بيعمل لي بين انيبيشن، بيبدا لي من السوبرا سباينال ريسبتورز اللي هو سوبرا سباينال سنتر، تمام، موجود فيها اوبيويد ريسبتورز. الاوبيويد ريسبتور ديت لو احنا جينا ترجمه حرفيه هنلاقي معناها الافيون يعني الانالجيتكس، حاجات انالجيتكس. الاوبيويد ريسبتورز ديت بتبقى موجوده في البري فينتريكولار اريا، بتبقى موجوده اراوند السيرد فينتريكل، والبري اكوداكتال اريا بتبقى موجوده اراوند مين السيلفس اوف السيلفس ان ميد برين اند بونز. يبقى دلوقتي قلنا الاوبيويد بيبدا لي منين؟ بيبدا لي من الاوبيويد ريسبتورز اللي هي بتريسبوند تو اوبييتس. الاوبييتس دي اللي ممكن تكون اكسوجينس واندوجينس. الاكسوجينس اللي هي المورفين، والاندوجينس اللي هو مين الاندورفين. والاندورفين ده بيبقى موجود في البيتيتري والهايبوثالاموس وريليز ديورنج مين الاستريس. يبقى دلوقتي انا دلوقتي حصل لي مين الاستريس، فبيطلع لي حاجه اسمها مين، حاجه اسمها اوبييت. الاوبييت دي بتحفز لي مين الاوبييت ريسبتورز. الاوبييت دي اللي هي عباره عن مين الاكسوجينس مورفين، والاندوجينس اللي هو مين الاندورفين. بيروح فين؟ بيروح بيحفز الاوبييت ريسبتور اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في البري فينتريكولار اريا والبري اكوداكتال اريا. البري فينتريكولار اريا موجوده اراوند الثيرد فينتريكل، والبري اكوداكتال اريا اللي موجوده اراوند مين السيلفكس السيلفس اللي موجود في الميد برين. بعد كده الاوبييت ريسبتور ديت بتبعت انكيفالينرجيك ريسبتورز، بتبعت انكيفالينرجيك فايبرز. بيروح فين؟ بيروح في الرافي نيوكلاس اللي موجوده فين؟ في اللور بونز اند الميدلا. طب الرافي نيوكلاس دي بتبعت لي سيروتونوجينيك فايبرز. السيروتونوجينيك فايبرز ديت بتفرز سيروتونين، بتروح فين؟ بتروح في الدورزال هورن اوف سباينال كورد، بتكون لي انتر نيورونز. الانتر نيورونز اللي موجوده في السباينال كورد بقى بتطلع لي كيميكال ترانسميتر الا وهي برضو الانكيفالين، اللي بيبدا يعمل لي انهيبيشن، بيعمل لي بريسينابتيك انهيبيشن هو الملي، وممكن يعمل لي بيس ساينابتيك مين انهيبيشن.
فبالتالي بيوقفني السي والاي دلتا فايبرز ان هي تبدا ترسل لي الايه الالم، فما يوصلش مين، فما يوصلش للايه للهاير سنسيشن سواء كان الكورتكس او مين او الثالاموس. تمام كده. يبقى نقول تاني اللي بيحصل، ان اول حاجه خالص بيحصل لي بيحصل الم، فبيتحكم فيه البين كنترول سيستم، ولكن ده ديورينج الستريس وانا بتخانق مع مين، مع زميلي. اللي بيحصل بيطلع لي اكسوجينس حاجات، اما ممكن تكون حاجات من بره زي المورفين او حاجات من جوه جسمي زي الاندورفين مثال عليه الموجوده في البيتيوتري والهايبوثالاموس والريليز ديورينج الستريس، بتروح تحفز لي الاوبيت ريسبتور اللي موجوده، الاوبيت ريسبتورز اللي موجوده في البري فنتريكولار اريا والبري اكوداكتال اريا. البري فنتريكولار اريا اللي هي اراوند الثيرد فنتريكل، والبري اكوداكتال اريا اللي هي في السيلفس اميت برين. بعد كده الاوبيت ريسبتورز دي بتبعت لي انكفالينرجيك فايبر، انكفالين بتروح لفين؟ للرافين نيوكلس. الرافين نيوكلس الموجوده فين؟ موجوده في اللور كونز اند الابر مظله. الرافين نيوكلس دي بتطلع لي سيرتوجينيك فايبرز، بتروح لي للاترال كولمن اوف سباينال كورد اللي هو موجود في الايه، في الدوزال هورن اوف سباينال كورد. فبيطلع لي ايه؟ بيطلع لي انتر نيورونز. الانتر نيورونز الموجوده في السباينال كورد دي بتعمل انهيبيشن بتاع الكيميكال للريليز اوف كيميكال ترانسميتر عن طريق ان عن طريق مين، عن طريق الانكفالين اللي هو بيكون انهيبيتوري. تمام. فبالتالي بتعمل لي بري سينابتيك انهيبيشن وكمان بوست سينابتيك انهيبيشن. عايزين ناخد بالنا من حاجه مهمه جدا 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 هنا، وهي اني ان احنا عندنا 3 نيورو ترانسميتر اللي هو رقم 1 اللي هو الانكفالين، رقم 2 الاستروجينيك، رقم 3 الانكفالين. برضو الانكفالين الاولاني بيكون ستيمولاتري على عكس الانكفالين التاني بيكون انهيبيتوري. الانكفالين اللي هو مين الاولاني اللي هو بيكون على مستوى البري فنتريكولار والبري اكوداكتال ماشي، انما الانكفالين التاني اللي هو مستوى الانتر نيورون بيكون طبعا مين انهيبيتوري. كمان الانهيبيتوري هنا بيكون البري سينابتيك مينلي، وممكن البوست سينابتيك بيلعب دور ايه، بيلعب دور مهم. تمام كده. بعد كده على مستوى السباينال اللي هو مستوى مين، مستوى التاتش، نروح برضو للرسمه السباينال على مستوى الكنترول سيستم اللي هو على مستوى مين، على مستوى التاتش. بيقول لي ان الاي بيتا فايبرز انهيبيشن هو اسمه ايه، بيتا فايبر انهيبيشن باي تاتش ايه فايبر. بعمل ستيميليشن للاي بيتا فايبر عن طريق ان انا بعمل رابرنج للسكن، يعني ان انا ببدا ادلك السكن حوالين المكان اللي بيوجعني، فبالتالي انهبيت البين سنسيشن. ده عن طريق ازاي بقى؟ ان البين فايبر والتاتش فايبر، ان التاتش فايبر دي بتطلع لي على مستوى السكند اوردر نيورون بتطلع لي كولاترال. الكولاترال ده بيعمل لي بريفنشن للريليز للكيميكال ترانسميتر اللي هي سبستانس بي، مش انا بعمل تاتش، والسبستانس بي هو المسؤول عن احساس البين في الايه، في التاتش اللي موجود فروم سي فايبرز، فبالتالي بيعمل لي بري سينابتيك ايه انهبيشن، فبالتالي البين بيكون بيحصل له انهبيشن. يبقى دلوقتي بتكلم عن ايه، بتكلم عن البين على مستوى الكنترول اوف بين على مستوى السباينال بين كنترول سيستم اللي هو عن طريق مين، عن طريق الرابرنج تديك اللي هو اول ايه او تاتش. التاتش فايبر بتطلع لي كولاترال برانش على مستوى اللي ايه، على مستوى السكند اوردر نيورون. كولاترال برانش بيعمل لي انهبيشن، ان انهبيشن للريليز بالكيميكال سبستانس اللي بتبدا تخليني اشعر بالايه، بالبين اللي هي ايه، اللي هي سبستانس بي، فبالتالي بيحصل لي بري سينابتيك انهبيشن، فبالتالي ما بقى ايه، ما بشعرش بالايه، بالبين. نروح بس نقراها عشان في حته زياده فيها. بيقول ان الاي بيتا فايبر انهبيشن باي تاتش فايبرز. تمام. الاستيميليشن اوف اي بيتا فايبرز ذس بين سنسيشن از انهبيتنس. تمام. الميكانيزم بتاعه اكسبلين، بيقول ان الميكانيزم بتاعته ان التاتش فايبرز، التاتش فايبرز ار سند كولاترال، بتبعت لي كولاترال، بتروح الكولاترال دي على مستوى السكند اوردر نيورون، بتبقى موجوده ترمينيشن على سي فايبرز، بتعمل لي بريفنشن للريز للكيميكال ترانسميتر زي سبستانس بي، فبالتالي يعمل لي انهبيشن على مستوى البري سينابتيك، فبالتالي ما بحسش بالايه، بالبين. الميكانيزم بتاعتها ديت اولسو بين هواي، بتفسر لي اليمنتس اللي هي لزقات تقليل الالم، وكمان بتفسر لي الايه، الاكو بانكتشر اللي هي الابر الصينيه، بتفسر لي ازاي ايه الريليف البين. يبقى يا جماعه على مستوى السوبرا سباينال بيفصل ايه، بيفصل البين انهيبيشن ديورينج الستريس. طيب على مستوى السباينال يبقى البين انهيبيشن عن طريق التاتش، وليه تاني، والليمنتس اللي هي لزقات تقليل الالم. الليمنتس عارفين الست الحامل في دلوقتي مش عارفه تقريبا حامل بدون الم ولا الكلام ده، مش عارفه يعني، بس المهم ان هما بيلزقوا لها كده لزقه كده، بتبقى لزقه صغيره كده، وبتبقى لزقه غاليه، بتبدا تخليها ما تشعرش بالالم بعد الايه، بعد الولاده برده، وفي حاجات كتير برده.
الابره الصينيه دي، مش عارفه بصراحه الابره الصينيه دي، بس ممكن تكون تقريبا اللي هي زي الحجامه والكلام ده، ممكن يعني اللي هو مين الاكو ايه الاكو بانكيتشر. تمام. جي ثيوري اوبين الجزء دوت مش مشروح في داتا المحاضره، ولكن هو بيقول لي يعني ان ممكن الاماكن، بيقول لي ان اللامنه 3 اللي هي اسمها سبستنشا جيلاتينوزا اوفرولاندي بتشتغل كمكان او بتشتغل ك بتشتغل كبوابه انها توصل لي للالم، توصل لي الالم لللاترال سباينوس سلامك تراك. ممكن البوابه دي اقفلها عن طريق امبالسز، عن طريق اللي هي الامبالس اللي واصله لي من الدورزال لاترال كولمن او الكولاترال فروم الاي بيتا فايبرز، عن طريق التاتش ان انا اعمل تاتش، فالتاتش ده بيكون عن طريق الاي بيتا فايبرز، او الامبالس اللي واصله لي من البريكنج بين عن طريق الاي دلتا فايبرز. تمام كده. الجزء ده اصلا مش مذكور في الايه في المحاضره. بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كده وصلنا لاخر لنهايه محاضرتنا. يا رب تكونوا يعني اللي ما فهمش حاجه يبعت لي واكتب لي في التعليقات تحت وانا هرد عليه. وعاوز انهي المحاضره بالايه دي، بسم الله الرحمن الرحيم، كل يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثره الخبيث، فاتقوا الله يا اولي الالباب لعلكم تفلحون. يعني الناس يا جماعه، الناس اللي بتحبش على مستوى بقى لو دراستنا، يعني هو اتكلم من ناحيه دراستنا على مستوى الغش، ربنا ما بيسويش. حتى لو اعجبك كثره الخبيث اعجبك درجات، ربنا ما بيسويش. ربنا كلنا يحمينا وربنا يبعد عننا الغلط، واحنا كلنا اكيد عرضه ان احنا نكون في يوم من الايام مثلا عملنا حاجه تضرب بربنا، عملنا غشينا، خدنا حق مش غيرنا، فاكيد اكيد اكيد برضو ربنا مش هيساوي. وفي نفس الوقت يعني ندعي ربنا ان هو يسامحنا. يعني كل سنه وانتم طيبين وبخير، وعايز اقول لكم ذاكروا يعني اسمعوا المحاضره وذاكروها، وكمان تراجعوا، يعني انتم بتذاكروا المحاضره الرابعه دي تاخدوا معاها الثالثه، تاخدوا معاها الثانيه، وكمان سرعوا المحاضره، يعني انا بتكلم بالراحه يعني. شكرا.